يلا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. راوتر كومبوننت. لو انا دلوقتي عايزه اتكلم الراوتر اصلا بيتكون من ايه، تمام؟ لو فتحت الراوتر من جوه هيتكون من ايه؟ اول كومبوننت من الكومبوننت بتاعت الراوتر بروسيسور. تاني حاجه مجموعه من الانترفيسز. تالت حاجه ميموري. نمسك بقى واحده واحده. زي ما جهاز الكمبيوتر ليه بروسيسور، برضو نفس الكلام الراوتر ليه بروسيسور، العقل بتاع الراوتر، تمام؟ طب مجموعه من الانترفيسز، يعني ايه مجموعه من الانترفيسز؟ على سبيل المثال في عندي انترفيس على الراوتر اسمه كونسول. شفناه كتير مع بعض قبل الكونسول. كنا قلنا قبل كده كلمه كونسول اصلا معناها ان انا داخله على الجهاز اللي قدامي مني ليه دايركت، مش في سيسكو بس، في اي ديفايس في الدنيا. يعني انا دلوقتي قاعده قدام الويندوز اللي قدامي، اللاب اللي قدامي ده، يبقى انا كده اسمي ايه؟ داخل على الكونسول بتاع ايه؟ اللابتوب، تمام؟ لان ممكن حد يكون جاي على اللابتوب بتاعي من بعيد، داخل عليه ريموتلي عن طريق بروتوكول على سبيل المثال اسمه ريموت ديسكتوب، ده بيمانج الجهاز من بعيد. لا، انا اسمي ايه؟ داخل على الكونسول بتاع السيرفر او الجهاز اللي قدامي، تمام؟ في تاني انترفيس موجود على الراوتر، ممكن الاقي انترفيس مكتوب عليه ايثرنت، ممكن الاقي انترفيس مكتوب عليه فاست ايثرنت، ممكن الاقي انترفيس مكتوب عليه جيجا ايثرنت. ده في دلوقتي 10 جيج ايثرنت، 20 جيج ايثرنت، 40 جيج، 100 جيج ايثرنت، تمام؟ طب قبل ما اكمل بقى واقول الفروقات ما بينهم، حد يقول لي كده بسرعه كده بسرعه، ايه الفرق ما بين ايثرنت، فاست ايثرنت، جيج ايثرنت؟ البند ويست بتاعه فعلا 10 ميجا ايه؟ بت ولا بايت؟ بت بير سكند، تمام؟ طب الفاست ايثرنت 100 100 ميجا بت بير سكند. الجيج ايثرنت 1000 جيجا بت بير سكند. 100 جيج ايثرنت سرعته 100 جيج 1000 ميجا. الجيجا 1000 100000 الجيجا 100000 ايوه، تمام؟ طيب في عندي كمان انترفيس اسمه سيريال، تمام؟ في انترفيس تاني مثلا ممكن الاقي مكتوب عليه اي او اكس. في انترفيس خلاص يعني يعتبر انقرض اسمه اي او اي، تمام؟ في انترفيس تاني بس الراوتر هيبقى فيه سيريال ليه؟ حاضر ماشي، تقصد السيريال اللي هو يو اس بي؟ كابل مش كابل، لا مش داي كاستر، واحده واحده بس ماشي. في انترفيس تاني مثلا دي اس ال. في مجموعه كبيره من الانترفيسز، نمسك كده واحد واحد. اتفقنا تاني ان الكونسول معناه ايه؟ اني داخله للجهاز اللي قدامي مني ليه دايركت بكابل الكونسول اللبني ده، تمام؟ طيب ايثرنت، فاست ايثرنت، جيج ايثرنت. انا عارفه ان الراوتر كنا قلنا قبل كده ان هو وظيفته ايه؟ بيربط شبكات مختلفه. يعني على سبيل المثال معظم الراوترز بنستخدمها عشان اربط شبكتين، شبكه مين؟ اللان بشبكه الوان. هو مش شرط، انا عارفه ان الراوتر بيربط شبكات مختلفه، يعني اتنين نتورك اي دي مختلفين، تمام؟ ده غير ان هو زي ما اتفقنا بيختار انسب طريقه عشان اوصل للديستنيشن، واتفقنا ان الكلمه الصغيره دي السمستر الثاني كله ان شاء الله، تمام؟ الانترفيسز اللي انا هستخدمها دلوقتي عشان اكونكت على اللين ده هتبقى نوعها يا اما ايثرنت، يا اما فاست ايثرنت، يا اما جيج ايثرنت. تكنولوجي الايثرنت بصفه عامه، كلمه ايثرنت ده البروتوكول اللي مستخدم في اللين ده. ايه يا شباب؟ البروتوكول اللي مستخدم فين؟ في اللين، تمام؟ طبعا في بروتوكولات تانية بس اشهرهم دلوقتي اللي منتشر جدا العالم كله دلوقتي شغال تقريبا تكنولوجي الايثرنت جوه اللين، تمام؟ طيب الوين، لو انا عايز اربط على الوين اربط بايه؟ قال لك في كابل عندي اسمه سيريال. كابل اسمه ايه يا شباب؟ سيريال، تمام؟ تعالوا كده اوري لكم الاول هنا وبعد كده اوريكم السلك هنا عشان بربط بيه. ماشي يا شباب، تعالوا هنا. شايفين الاثنين الانترفيس اللي دول اللي مش شايفه يقرا منهم الراجل. شايفين اللي بنقدر نركز هنا؟ تعالي قوم يلا انت وهو يلا. لا ده كده هيتخلع كده. في هنا انترفيس مكتوب عليه ها محمد مكتوب ايه؟ ايوه 0 على 1 اللي تحتيه 0 على 0 تمام؟ طب والانترفيس ده مكتوب عليه ايه؟ 0 على 1. شفت شكله هنا يا كاسبر؟ سيريال انا ما اقصدش بيه اليو اس بي. شفت شكله؟ خلاص كده؟ تمام؟
للدقه اللي قدامي ده اسمه سمارت سيريال، لان كان في سيريالات ثانيه زمان كان 60 بينا كده كان حجمه اكبر من ده. تمام. طب اتفقنا تاني الفاست ايثرنت هو بتاع فصول. اتفقنا تاني الانترفيس الايثرنت او تكنولوجي الايثرنت بستخدمها عشان اكونكت على مين؟ اللين. طيب تكنولوجي او لو عايز اكونكت على الويب بستخدم انترفيس اسمه سيريال. ده هناخد عليه محاضره كامله باذن الله، ونشوف بقى ايه هي الكابلات اللي انا بستخدمها عشان اكونكت عليها وازاي بتعامل معاه والحوارات دي كلها. ملحوظه صغيره جدا بس كده دلوقتي، وان شاء الله هتوضح جدا جدا في السمستر الرابع واحنا بنتكلم عن الوين. تمام، عشان كان في ناس كتير بتسالني في الحته دي من اولها كده. طيب دلوقتي انا عايز اوصل نت في البيت، اوصل نت في البيت ازاي؟ انا خط التليفون جاي لي، انا قلت لكم لسه ان انا هكونكت على الوان عن طريق السيريال صح؟ تمام. خط التليفون هيركب ازاي في السيريال ده؟ واضحه الفكره؟ الراوتر اللي قدامكم اللي جوه الراك ده هوصله ازاي اصلا لو انا دلوقتي عايز اشتغل تكنولوجي ايه؟ دي اس ال اللي عندكم في البيت. تمام؟ قال لك قدامك دلوقتي حل من الاثنين. الحل الاولاني ان انت وانت بتشتري اصلا راوتر من سيسكو، في سيريس عندهم اصلا موديلات كده من الراوترز عندهم اسمها دي اس ال. يعني اصلا خط التليفون هيجي توصله فين؟ في الفتحه زي بتاعه التليفون اللي عندكم في البيت او الدي اس ال مودم اللي عندكم في البيت. تمام؟ طيب السيناريو الثاني، الراوتر اللي قدامي ده اوصل ازاي فيه خط التليفون؟ صح؟ انا لسه بقول لكم ان انا هكونكت على الوان عن طريق كابل السيريال. تمام؟ بس ده على حسب حاجه بنسميها وان تكنولوجي. ايه هي انواع الوان تكنولوجيز؟ ده بقى السمستر الرابع باذن الله، اول محاضره في السمستر الرابع. تمام؟ في بعض انواع الوان تكنولوجيز لو انا طلبت من الاي اس بي الانترنت سيرفيس بروفايدر ان انا اطلع على الشبكه عن طريقها او اطلع شبكه ثانيه عن طريقها، ساعتها بستخدم كابل السيريال. حاجه اسمها ليز لاين، حاجه اسمها فريم ريلي، مش وقتها دلوقتي خالص. تمام؟ لكن لو انا دلوقتي محتاجه اطلع على الانترنت عن طريق دي اس ال اعمل ايه؟ في نظام ادابتور كده، يا اما زي ما اتفقنا اشتري راوتر اساسا بيسبورت الدي اس ال، يا اما راوتر زي اللي قدامكم ده هشتري ادابتور تحويله كده يدخل فيه خط التليفون من ناحيه ومن الناحيه الثانيه يدخل في الفاست ايثرنت، في الفاست ايثرنت. وبعمل شويه كونفيجريشن بقى، بكريت حاجه اسمها دايلر انترفيس وشويه حركات كده يعني عشان اقدر ان انا اطلع بتكنولوجي دي اس ال. تمام؟ اللي اقصده من هنا انهي انترفيسز اللي هستخدمها عشان اكونكت على اللين؟ فاست ايثرنت. الايثرنت. تمام؟ انهي انترفيسز هستخدمها عشان اكونكت على الوان؟ لا، على حسب الوان تكنولوجي، على حسب الوان تكنولوجي. يعني في بعض انواع الوان تكنولوجيز هستخدم فيها السيريال، في بعض انواع الوان تكنولوجي اللي منتشر جدا هنا في مصر اللي هو مين؟ الدي اس ال، هعمل ايه؟ ادابتور. تمام؟ اوصله طرف خط التليفون ومن الطرف الثاني فاست ايثرنت في الراوتر ده مثلا. لا، سيريال. مش سيريال، فاست ايثرنت. ماشي. تمام؟ او زي ما اتفقنا في موديلات اصلا من سيسكو ايه؟ دي اس ال على طول. من الاخر كده بكونكت على الوان ازاي؟ على حسب الوان تكنولوجي. تمام؟ ايه الوان تكنولوجي دي؟ تكنولوجي بتساعدني ان انا كونكت على الوان، اشهرهم هنا في مصر اللي انتوا كلكم دلوقتي بتتعاملوا معاه دي اس ال، لكن في انواع ثانيه مش وقتها. واضح كده اقصد ايه يا شباب؟ تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ للايثرنت، فاست ايثرنت، جيج ايثرنت، وبالنسبه للسيريال. طب قبل ما اكمل بقى في الاي او اكس والاي او اي والدي اس ال، اخدتوا بالكم دلوقتي لما سعيد قلت لي تاني كده سعيد الانترفيسز كان مكتوب عليها ارقام؟ كان مكتوب عليها ارقام 0 اف اي فاست ايثرنت 0 على 1، والسيريال مكتوب عليه سيريال 1، واللي تحتيه 0. يعني معنى كده ان الانترفيسز دي مترقمه صح؟ ايه حوار الترقيمات دي؟ قال لك دلوقتي انا هفترض ده مثلا الظهر بتاع الراوتر موديل مثلا 3640. ايه موديل 3640 ده؟ على المره الجايه باذن الله هنكتشف ان سيسكو بترقم الراوترز بتاعتها بارقام كده، والمره الجايه ان شاء الله هنعرف الارقام دي بتدل على ايه بالظبط. تمام؟ يعني مبدئيا عندي راوتر نوعه ايه؟ 3640. لو جيت اشوف الراوتر ده من ورا هتلاقيه متقسم لاربع اجزاء بالمنظر ده. تمام؟ الجزء الاولاني هو كل جزء بنسميه موديول، كل جزء بنسميه ايه؟ موديول. فالموديول الاولاني دايما سيسكو بتقسم ابتداء من او بترقم ابتداء من؟ زيرو. فالموديول الاولاني بنسميه سلوت زيرو، الثاني سلوت 1، الثالث سلوت 2، اللي بعديه
سلوت 3 تمام. هفترض دلوقتي مثلا ان سلوت 0 لما انا اشتريته كان في مجموعه من الانترفيسز، على سبيل المثال في فاست ايثرنت، في ايه يا شباب؟ فاست ايثرنت سيسكو بترقم ابتداء من 0. طب والفاست ايثرنت اللي بعديه 1. طب والباقي هتلاقيه متقفل كده حديده. يعني ايه حديده؟ ارجعوا تاني هنا كده للراوتر، شايفين السلوت ده؟ شايفين ده؟ طب واللي ده مين؟ بصوا عامل ازاي؟ مقفول حديده كده صح؟ وفي مسمارين تمام؟ اشبهه لكم بايه؟ ان انت دلوقتي مثلا جيت على جهاز الكمبيوتر بتاعك كنت موصله مثلا بكارت فيجا، والكارت ده مثلا ضرب ولا حاجه، بتعمل ايه؟ بتعمله ديسيبل من جوه البايس وبتشتري كارت فيجا جديد بتوصله على جهاز الكمبيوتر بتاعك تمام؟ كارت اللان انت ممكن تشيله اصلا او تعمله ديسيبل من البايس لو هو بلت ان، وتشتري كارت لان زياده وتوصل بي سي اي على فتحه البي سي اي صح؟ نفس الفكره بالظبط، كارت السيريال اللي قدامكم ده انا اللي موصلاه بايدي، يعني كان حته حديده كده مقفوله بمسمارين، انا اللي شديت المسمارين فكيتهم وانا اللي ركبت الكارت بايدي تمام؟ ليه بقى؟ قلنا تاني دلوقتي الراوتر مثلا هفترض ان انا جايباه كان عليه 2 فاست ايثرنت تمام؟ وبعد كده في هنا مثلا انا اللي وصلت بايدي هنا 2 سيريال، سيسكو بترقم ابتداء من كام؟ سيريال 0 واللي بعديه سيريال 1. طب افرض دلوقتي ان انا استهلكت كل الانترفيسز دي ومحتاجه انترفيسز زياده، اروح اشتري موديول سلوت تمام واوصله هنا، هفك المسمارين دول زي ما شفتوه كده وانا اللي هركب الموديول بايدي، فاوصل هنا مثلا كمان مثلا 2 سيريال. سيريال كام؟ 0 سيريال 1. ليه مش 2 يا باهي؟ لما انت اشتريت دلوقتي الموديول، انت شاري الموديول من سيسكو او السلوت من سيسكو، ايش عرف دلوقتي سيسكو ان انت المفروض ترقمه الرقم ده صح؟ الفكره عندي بقى دلوقتي هو السلوت اللي بيجاب ده بيبقى لازم يكون كله سيريال او كله ايثرنت تمام. الفكره بقى دلوقتي ان انا الاي او اس بتاعي، ايه الاي او اس ده؟ الاوبريتنج سيستم بتاع سيسكو. هيفرق ازاي ما بين السيريال ده والسيريال ده؟ راح فين؟ والسيريال ده تمام. هفترض مثلا ان انا كنت جبت كمان مساحتي كده 2 فاست ايثرنت، فاست ايثرنت كام؟ 0 وفاست ايثرنت 1. سيسكو دلوقتي او الاي او اس بتاعي هيفرق ازاي ما بين الفاست ايثرنت ده والفاست ايثرنت ده؟ ايه رايه؟ عن طريق مين؟ عن طريق رقم السلوت صح؟ يعني معنى كده ان السلوت الاولاني ده الاي او اس بتاعي هيسميه لي ايه؟ فاست ايثرنت 0 على 0. فاست ايثرنت ايه يا شباب؟ 0 على 0، حيث ان الزيرو الاولانيه دي رقم السلوت، دي رقم السلوت، والزيرو الثانيه دي رقم الانترفيس. تاني الزيرو الاولانيه دي رقم مين؟ السلوت، والرقم الثاني رقم الانترفيس. لا هي سيسكو بترقمهم كده تمام. يبقى معنى كده يا باهي ان ده هيبقى كام؟ 0 على 1. ايوه فاست ايثرنت 0 على 1 تمام. طيب والسلوت ده؟ ها ايوه اس 1 اوفر 0، سيريال 1 اوفر 0. طب والسلوت ده؟ 1 على 1. 1 على 1. طيب ده خلينا في الزيرو ده 2 على 0، اللي بعديه اس 2 على 1. اس 0 هو ماتش لاس 0، ما في فرق او ما بين اف 0 واس 0. تاني كده ليه هنا ما قالش اس 0؟ اس رقم السلوت هنا كام؟ هو بياخد السلوت وبعدين رقم السلوت، رقم السلوت تمام. يعني بص تاني كده يا سعيد، السلوتس اللي قدامك الاربعه اللي محطوطين اللي مرصوصين جنب بعض دول، بص عليهم هتلاقي تحتيهم كل واحد مكتوب عليه رقم صح؟ ها سلوت 0 سلوت 1 2 3. ايوه يعني ده هو اف اس في على 0 مثلا، ده ها حد يقول لي ده يبقى ايه؟ فاست ايثرنت 3 على 0 واللي جنبيه ايوه فاست ايثرنت 3 على 1 خلاص. شفتوها يا شباب؟ مكتوب 0 على 1 على 0 على السيريال. على السيريال مكتوب، لكن
الفاست ايثرنت عندك ايه؟ اه مكتوب 0 على 1 و 0 على 0 0 على 1 صح. والسلوتس هتلاقي رقم السلوت اصلا او السيريال، هتلاقي سيريال 0 وسيريال 1 تمام، وتحتي هتلاقي سلوت 0 سلوت 1 يعني المنظر تاني اللي قدامكم كده في الراوتر اللي قدامكم ده كاتب السلوت لوحده. ما تجيب لنا صوره كده من على جوجل ولا اي حاجه. طب ما قدامك الراوتر بجد وحقيقي اهو الصوره. أيوة قدامك الراوتر ترحمني من بهاء، اعمل كده يقول لي لا، اعمل كده يقول لي لا. اللي قدامكم في الراوتر اللي قدامكم يا بهاء المنظر ده، ادي سلوت الثاني الثالث الربع تمام، وفي عندك هنا اتنين فاست ايثرنت صح كده تمام. بره خالص اللي جنبيهم اه بره السلوت اللي لونهم اصفر دول اه تمام، مش بره اه تقصد اه صح بره السلوت تمام تمام بره السلوت. قوم بص عليه، قوم بص على الراوتر. ينفع يبقى بره السلوت كده هيتعمل في انهي بقى سلوت؟ ما انا كنت لسه جايلكم كده كلام شباب، انا هوقف الفيديو. قوم الاول اطفي الربع الراوتر وبعد كده شفتوا الراوتر كده خلاص تمام. شفتوا انتوا اللي هنا الجزء ده متقفل بحديده، والاثنين اللي في الاخر دول تمام. ده سلوت مهندس الراوتر اللي بيجي بيبقى الراوتر اللي بيجي بيبقى متقفل على حسب الموديل. ما انا كنت لسه هقول لك جايه في الكلام اهو البسط ماشي. يعني في موديل تبقى كله متقفل في موديل. طب اصبر يا شباب وانا اشتري بيه يا واد اصبر انت اهو. ايوه ماشي. سلوت تو سلوت 3 تمام. لو اخدتوا بالكم سلوت 1 زي ما قلت لكم انا اللي موصلاه جواه كام سريال؟ 2 سريال صح؟ وهتلاقي مكتوب جنبيه كده بخط صغير الناحيه دي كده، بس انا هكتبها فوق ويك، فهي مكتوبه هنا في الحته دي كده صح. شفتها؟ لا مش مهم بقى. ويك دي اختصار وان انترفيس كورد. وان انترفيس كورد مصطلح مشهور جدا جدا عندنا اصلا في الشبكات. يقول لك الراوتر ده انا عايزه اركب له وكايه. وكايه يعني ايه؟ انترفيس كله سريالات. وكايه معناها يا شباب انترفيس او موديول كله ايه؟ سريالات، فبنسميه وكايه. تمام كده؟ في حاجه بقى، في حاجه اللي انا قلته ده مش قران. مش قران صح؟ تمام؟ يعني انا دلوقتي لو دخلت على الراوتر الحقيقي ده في البريك باذن الله هدخلكم عليه وندخل عليه باذن الله، هلاقي ان النهارده هنشتغل على الموقع بتاع الريل سيسكو ديب تمام؟ وبعد ما انا قلت لكم تابعوا باستمرار، في مواعيد بتفضى والله، انا معايا ناس الجروب بتاع الصبح بيدخلوا عادي. هو مش الباكت تريسر ده بيحل حلو؟ الباكت تريسر احنا مش هنشتغل ده مقدمه بس، باكت تريسر احنا هنشتغل بعد كده جي ان اس ان شاء الله. يا اما راوتر حقيقي يا اما جي ان اس يا اما ريل سيسكو ديب. شفت المواعيد قبل هناك في فبشوف بقى السنه الجديده مثلا يوم لا تابع تابع باستمرار، وكل ما الاقي مواعيد افيلابل هشيرها لكم على الجروب تمام. انت يا ابني اللي هتعمل شغل معايا. طب نخلص عشان كل ده في التسجيل، نخلص الاول وكل ده في التسجيل ماشي يا شباب. ريال سيسكو لاب موقع 10 10 ماشي يا محمد محمد معايا يا شباب. الله يسامحك نسيتني كنت عايزه اقول ايه. الويك ايوان انترفيس كور تمام. مصطلح باللغه العاديه مش قران او يعني انا دلوقتي لو جيت ادخل لكم على الراوتر ده كمان شويه هلاقي الانترفيس اللي فوق ده مثلا اسمه سيريال 0 اوفر 1 اوفر 0 واللي تحتيه سيريال 0 اوفر 1 اوفر 1. ايه ده؟ طب اللي انا شرحته ايه؟ الاثنين دول 1 رقم السلوت 0 1 رقم الانترفيس صح؟ ايه الزيرو الاولاني ده بقى؟ مش الدور الاولاني، شايف الشاسي اللي الظهر ده كله؟ في بعض الموديلات بيعتبر الشاسي اللي هو الظهر ده كله الشاسي بيعتبر الشاسي ده كله بيديله رقم زيرو، بيديله رقم ايه؟ زيرو. ليه؟ قدام باذن الله هنتعلم ان انا ممكن اجيب اكتر من ديفايس واوصلهم مع بعض واتعامل معاهم كانهم ديفايس واحد بس، وبالتالي الديفايس الاولاني هياخد رقم زيرو، الثاني هياخد رقم واحد، الثالث هياخد رقم اثنين. هنشوف الكلام ده قدام في السمستر الثالث ان شاء الله. ماشي. تمام؟ فعلشان كده قلت لكم ده مش قران، تمام؟ انا دايما اي راوتر ادخل عليه هو دايما وانا مغمضه في امر دايما بكتبه على الراوتر عشان اشوف الانترفيس بتاعته اسمها ايه. تعالوا ندخل كده على الراوتر. خش.
ريل سيسكو لابس. تمام ناخد كده ده كوبي 30 33. هوقف بقى الاول اكتب. دخلنا كده تعالوا ادخل مثلا على ار 4 مثلا ده اللي احنا متعودين بندخل عليه. نرجع كده على تولجي ار 4 اللي هو ده. تمام اقول له يس ولا نو؟ نو. طب لو كنت قلت له يس ده بتاع ايه؟ كان هيدخلني على السيت اب. مساكين يا باشمهندس عادي. ماشي يا باشا ايش؟ ثقة شوية. ماشي. سامعاك يا بهاء. سامعاك يا بهاء. شباب طبعا احنا متفقين ان اي راوتر انا بدخل عليه وانا مغمضه كده اصلا لوجينج سينكرونس. تمام اكزيت داش تايم اوت نو اي بي دومين داش لوك اب. تمام نعم نعم ايه وده انت هو لوجينج سينكرونس بيعمل ايه مع بعض عشان كده علشان اللوجز عشان اللوجز ما تضايقنيش اكزيت داش تايم اوت اللي هو من الراوتر خالص نو اي بي دومين لوك اب اللي هو في حاله حاجه نيبو المود لو انا كتبت حاجه ما اقعدش ادور ايوه ما اعملش دوت ملحوظه بقى الناس اللي مذاكره بقى كده كويس احمد يعزت صباح الفل الامر الاخراني ده بقى الامر الاخراني لو حد كده قوي الملاحظه الامر ده المفروض ان انا كنت متعوده ان انا بكتبه في الكونفيجريشن مود مش في السب كونفيجريشن مود صح حد فاكر مفيش اي كونفيجريشن الفكره دلوقتي ان انا كده كاتباه في مود غلط صح ايه اللي حصل لما انا دلوقتي كتبته في السب كونفيجريشن مود انا ما قلتلهوش اكزيت ولقيته طلعني على الكونفيجريشن مود احنا قلنا في بروتوكول بيدخل او في حاجه بتدخل دو بس دو كان ليها استثناء دو اي امر في الانيبل بس بكتبه من اي مود تاني بس في الاول بكتب له دو تمام انما هنا لا ده مش بيطبق عليه اي امر يا شباب المفروض ان هو بيتكتب في كونفيجريشن مود لو انا اتلخبطت وكتبته في السب كونفيجريشن مود تاثيره هيبقى في كونفيجريشن مود ولاقيه طلعني لوحده كده على كونفيجريشن مود هنا ما قلتلوش اكزيت طلعني لوحده يبقى معنى كده ان تاثير الامر ده فين في كونفيجريشن مود تعالوا نتاكد شو راننج وكونفيج فاكرين شو راننج وكونفيج تمام لو جيت هنا اقول له مثلا انزل تحت خالص كده لاين كونسول واخدين بالكم ان هي من اول السطر واخدين بالكم ان كلمه لاين كونسول يا باهي من اول السطر اللي تحتيها في مسافه صح اللي من اول السطر دي يعني في كونفيجريشن مود اللي تحتيها في مسافه ده يعني يعني ده في المود بتاع السب كونفيجريشن اللي هي تحت اللاين كونسول تمام طب نو اي بي دومين لوك اب نرجع نبص كده عليها ندور عليها نو في لا مش دي تبقى فوق شويه نو اي بي دومين لوك اب في مسافه ولا مفيش مسافه مفيش يبقى هي فين في الكونفيجريشن تمام واضح كنت اقصد ايه يبقى احنا لغايه دلوقتي عندنا استثنائين اهم اي امر في الانيبل مود ممكن اكتبه في اي مود تاني بس اجي في الاول واقول له دو اي امر في الكونفيجريشن مود ممكن اكتبه في السب كونفيجريشن تمام ومن غير ما اقول له اكزيت هيعمل لي هو اكزيت لوحده يبقى ده تاثيره على في الكونفيجريشن مود واضحه كده تمام طيب احنا كنا دخلنا على الراوتر ليه بقى كنت قلت لكم ان دايما وانا مغمضه اي راوتر انا بدخل عليه وانا مغمضه شو اي بي انترفيس بريف ايه الامر ده الامر ده بيجيب لي نقرا كده الامر واحده واحده وريني معلومات عن الانترفيس ده وتكون معلومه بريف وريني معلومات عن الانترفيسز اللي على الراوتر ده بالاي بيهات اللي عليها وتكون معلومه ايه بريف قال لي ان دلوقتي الراوتر ده عليه كام انترفيس فاست ايثرنت 0 اوفر 0 فاست ايثرنت 0 اوفر 1 وعليه سيريال واحد بس رقمه كام 0 سيريال 0 اوفر 0 اوفر 0 الزيرو الاولانيه دي الشاسيه الاولانيه لا اللي هي لا اللي هو السلوت الزيرو دي اللي هو رقم الانترفيس والزيرو الاولانيه اللي هو رقم الشاسيه تمام بالنسبه للاي بي ان اسايند انا ما حطيتش اي بي اركب الصف ده كده هناخده بالتفصيل الممل بعد كده ده الامر اللي هيبقى ايه بالنسبه لنا بعد كده ميه
واخدين بالكم الاول كلمه بروتو تكملتها تحت اهي تمام كده. طب تعالوا نطلع وندخل على راوتر تاني بروتوكول داون. سيبك من الكلمه دي دلوقتي هناخدها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. انا دخلت دلوقتي على راوتر تاني خالص. شو اي بي انترفيس بريف. بص الراوتر ده عليه ايه ده ايه ده سريالون اوفر 0 سريالون اوفر 1 اوفر 2 اوفر 6. لا سيبك من الاي بيات دي حد كان عامل كونفيجريشن. انا سيبك من الليسته دي دلوقتي العمود التاني. انا بتكلم على اسامي الانترفيسز بتكلم على ايه فهمت كنت اقصد ايه. ده مش قران اللي انا قلته ده على حسب الموديل. فعشان كده زي ما اتفقنا اي راوتر تدخل عليه تعمل ايه شو اي بي انترفيس بريف عشان تعرف الاي او اس مرقم الانترفيسز ازاي. بس بصفه غالبه اللي احنا شرحناه هو الاي هو يعني سؤال بس الاي او اس هو انا ولا ايه يعني انا اللي بظبط الدنيا دي. لا الاي لا الاي او اس هو اللي بيقرا الكلام ده كده. دي مش حاجه انت تتدخل فيها. اللي نازل على الراوتر اللي نازل انما انا ما ينفعش اعدل فيه يعني لا رقم شاسيه ولا رقم لا لا ما ينفعش ترقم فيه. هو انت ممكن تعمل انترفيسز وهميه. فاكر الانترفيسز الوهميه اللي عملناها في كورس مايكروسوفت؟ ايوه بس دي انا ممكن اعملها هنا. دي ممكن اعملها هنا هناخدها قدام باذن الله. يعني ده واحد ابن حلال عامل لي هنا انترفيسز اهو تمام. دي انترفيسز وهميه على فكره سيبكم منها دلوقتي. اعرفوا لي بس انا هبقى اقول لكم قدام ما تقلقش. سيبك منه دلوقتي مش موضوعنا دلوقتي. الكلام ده هتعيشوا فيه هتبقوا ناس بروفيشنال فيه ان شاء الله. بس ذاكروا تمام. الثاني اللي انا داخله على الراوتر عشان اكون ااكد لكم تاني يا شباب ان اللي شرح الشرح اللي انا شرحته ده مش قران بس. واضح كده تمام. طيب نرجع تاني على الموضوع بتاعنا. ندخل كده الاول على ار 4 كنترول اكس اكس كنترول اكس اكس تمام. انا غيرت الهوست نيم بس مين اللي بيقول بالراحه سعيد يا سعيد ماشي ماشي. نرجع تاني كده على اسامي الانترفيسز بتاعتي. احنا عرفنا ان ايثرنت فاست ايثرنت دي ايثرنت دي التكنولوجي اللي جوه اللين. سيريال غالبا دي التكنولوجي اللي في الوين تمام. ايه الاي واكس ده بقى؟ اي واكس اختصار اوكزيلاري. فاكرين لما كنا بنتكلم على انواع الباسوردز المره اللي فاتت اخر مره تمام وقلنا ان عندي كام نوع من انواع الباسورد اخذناهم؟ ثلاثه كانوا خمسه اخذنا منهم ثلاثه. النوع الرابع لو تفتكروا كان الاوكزيلاري باسورد الاي واكس باسورد. وقلت لكم ناجلها بس شويه لغايه ما ناخد الكومبوننت بتاعت الراوتر تمام. ايه الاي اكس ده؟ تعالوا بس نفترض سيناريو زي ده كده. ده الراوتر بتاعي كونكتد هنا على سويتش وبعد كده كونكتد هنا على كاس كمبيوتر الادمن قاعد عليه. ده السويتش ده الراوتر وده هنا الادمن. والادمن عايز ان هو يعمل كونفيجريشن على الراوتر. المفروض دلوقتي زي ما قلت لكم قبل كده لما كنا بنتكلم عن النظري بتاع التلنت قلت لكم التلنت ده ايه؟ ريموت مانجمنت. انا مش كل محتاج ان اعمل كونفيجريشن على الراوتر ادخل في اوضه السيرفرات في التلج مش عارفه ايه لا وانا قاعده في مكتبي اصلا ممكن اتلنت على الراوتر اخلص شغلي كله وانا في مكاني صح. فالفكره دلوقتي ان الادمن كل شويه هيدخل على الراوتر بالتلنت يتلنت على الراوتر يخلص شغله. طب لاي سبب من الاسباب السيرفيس بتاعت التلنت هنا وقعت السلك ده وقع انا كده هضطر اعمل ايه؟ ان شاء الله بقى باذن الله هروح واخده نفسي كده واروح داخله الاوضه ببلطو كده حلو على ايدي وداخله اوضه السيرفرات واظبط الشغل عليه بكابل الكونسول. مفيش قدامي طريقه غير ان اكونكت على الراوتر بايه؟ بالكونسول. اخد معايا لابتوب ووصله بكابل الكونسول. شفت البتاع ده وصلناه اول يوم ازاي؟ بكابل كونسول وتشتغل عليه. طب ما ليه طب ما انا اظبط التلنت احسن واعمل طب ماشي ما هو التلنت وقع الدنيا وقعت لاي سبب من الاسباب بقى تمام. طب انا عندي طريقه تانية. ايه هي؟ في بورت كده موجود على الراوتر مكتوب عليه اوكسيلاري اي او اكس. ده مش هتلاقوه في كل الموديلات على فكره. في انترفيس على الراوتر. بص كده يا سعيد الانترفيس اللي هو بتاع الكونسول اللي هو اللبني في تحتيه على طول واحد لونه اسود صح مكتوب عليه ايه؟ اي او اكس. حظ مخك سعيد روح يا باشا. تحت الاوزيلر تحت الكونسول في تحتيه واحد شبهه يا باهي الالوان دي بس مش كل موديلات الراوتر هتلاقي فيها اوزيلري. الموديلات الجديده من الراوترز مش هتلاقي فيها الاوزيلري ده اصلا مش هتلاقي فيها لون اسود مش هتلاقي فيها لون اسود ده ماشي يا مؤمن.
ايه الاوكسيلري ده شكله عامل ازاي؟ سعيد شكل الانترفيس بتاعه ار جي 45 صح؟ شكله ار جي 45 تمام. اللي هيحصل بقى ان انا هشتري موديل اكسترنال. فاكرين التكنولوجي بتاعت الدايل اب؟ حد يوعى ايام ما كنا بندخل على النت عن طريق التليفون جواب كده. ايوه مين اخر واحد هنا دخل على الدايل اب امتى؟ ايوه كان معايا واحد من الطلبه بتاعي ربنا يمسيه بالخير يا رب. لسه بقول لهم الدايل اب ده كنت بشرح لهم جزء ايه يعني على الدايل اب. فلقيته بيقول لي يا باشمهندس انا شلت الكابل من كارت الشبكه حطيته في ال او من كان قال لي شلته منين؟ ايه؟ اه صح شاله من التليفون حطه في كارت الشبكه لقاه واسع. الاجيال الجديده اصلا ما توقعش على لا عادي الاجيال الجديده ما توقعش على تكنولوجي الدايل اب تمام. الفكره تاني الدايل اب ده الدايل اب كنا بندخل عن طريق كارت فاكس. كنا بنشتري كارت فاكس اوصله في المذر بورد بفتحه بي سي اي اللي هو لونها الاصفر ده تمام. وبعد كده اجيب خط التليفون اوصله فيه. فانا هجيب هنا كارت فاكس اوصله على ايه ده انا عكست الاوكسيلري هنا معلش الراوتر في الراوتر معلش انا كتبته على الكتاب تمام. الاوكسيلري موجود فين يا شباب؟ على الراوتر. هاجي على الجهاز بتاع الادمن واجيب له هنا كارت فاكس. كارت فاكس العادي اللي انتم متعودين عليه ويطلع منه الخط عادي تمام. هو ده السبب بتاعه كل اه انا عندي على الكيسه في كيسه عندي في البيت لسه فيها تمام. المهم التاني ان انا هاجي على الراوتر واوصل فتحه الاي او اكس ده باكسترنال مودم. بايه مودم؟ بس اكسترنال مودم بس ايه يا شباب؟ اكسترنال. وهاجي تاني اطلع كابل من كارت الفاكس اللي موجود على كاس الكمبيوتر ادخله فين؟ في الاكسترنال مودم ده تمام. وبعد كده انا على طول بكارت لازم كارت فاكس يعني ما هو ما ينفعش الار جي ما ينفعش مش هيدخل اني ار جي بالظبط اللي هو بتاع الاي او اكس. الاي او اكس بص عليه تاني شكله عامل ازاي؟ هو بالظبط ار جي 45 صح. طب هجيب ازاي الخط اللي جاي اصلا من الاكسترنال او من المودم اللي عندي في الجهاز بتاعي اوصله هنا بتاع العده ايه؟ ار جي 11 مش ده اللي بيدخل في كارت الفاكس؟ ار جي 11 هيدخل هنا ازاي؟ يعني احنا هنجيب كابل انا مش عايز اصلا اوصله بتاع الفاكس كارت الفاكس هنجيب كابل تليفون عادي كابل تليفون عادي شباب واحد واحد عشان اعرف اجاوب هنجيب كابل تليفون عادي ووصله من جهاز الادمن بالمودم ايوه تمام. المودم بيوصله بالاي او اكس اللي هو بس بالاكسترنال مودم اللي انا وصلته في الاي او اكس تمام وصل زي الدايل اب وهالدايل اب من الجهاز بتاع الادمن على الراوتر تمام. نظام دايل اب طبعا انا عارفه ان تكنولوجي دايل اب تكنولوجي ليجاسي كل يوم والتاني بتنقرض. ده كان اجدحها كارت فاكس اصلا لو حد يفتكر كان 64 كيلو بت بير سكند. ما كناش من القطن. انا يوم ما كنت بلقط حاجه 40 كنت بقعد داشة كده حاطه رجل على رجل لو حد يوعى على الكلام ده تمام. مقارنه دلوقتي بتكنولوجي الاثرنت لو هتكلم على فاست ايثرنت 100 ميجا بت بير سكند تمام. فالفكره تاني هم كانوا بيوصلوا ده ليه بقى؟ قال لك كنوع من الباك دور. باك دور يعني ايه؟ زي ما اتفقنا الريكومندد ان انت تتلت على الراوتر عن طريق تكنولوجي الاثرنت تمام. طب وقعت السلكه ده واقع بدل ما تروح بنفسك لا انت ممكن تدايل اب على الراوتر. ممكن ايه؟ تدايل اب على الراوتر. طبعا زي ما اتفقنا تكنولوجي الدايل اب تكنولوجي ليجاسي كل يوم والتاني بتنقرض عن اليوم اللي قبليه. عشان كده زي ما قلت لكم معظم الموديلات الجديده من الراوترز مش هتلاقي اصلا فيها فتحه الاي او اكس تمام. وطبعا كان ليها كونفيجريشن تمام. اللي انا عايز اوصله لكم هنا بس النوع الرابع من انواع الباسوردز اللي هو كان ايه؟ اللي بحط باسورد على الاي او اكس احطه ازاي؟ هو انا كنت بحط باسورد على الكونسول ازاي؟ لاين كونسول زيرو وبدخل واحط بظبط اللي انا عايزاه نسخة طبق الاصل من اللي انا عملته هناك بس هقول له لاين اي او اكس زيرو يرحمكم الله لاين اي او اكس زيرو. وبعد كده اقول له هنا مثلا باسورد سي مثلا 1 2 3 وبعد كده لوجن. لوجن معناها عشان يطلب بايه؟ بس ها لوجن باسورد بس باسورد بس مش يوزر نيم لسه مذاكرها النهارده. ايه بيه نسينا؟ طب لو انا قلت له لوجن لوكال افتكرنا يبقى ده اللي هيدخل بيوزر نيم وباسورد. طب اليوزر نيم والباسورد يبقوا فين؟ اليوزر
لا انا مش راحش حاجه جديده. ايوه ما انا عارف، بس يعني احنا ليه بنعمل يوزر نيم اصلا؟ حد بسرعه يقول لي ايه الفرق ما بين الثلاثه دول؟ ها الشفر ده صعب. اول واحد هتدخل ايه؟ اول نوع من الباسورد هو الباسورد ده كلير تكست كبير يشفرها ب 7 صح، ويدخل على انهي مود؟ اول مود. على اول مود اليوزر مود. طيب احمد الباسورد بتاعته احمد سيكريت يعني ايه؟ يعني متشفره بايه؟ بالام دي 5 ويدخل برضه على اليوزر مود. طيب بهاء ده بريفليج 15 بيخش، ده بريفليج 15 يعني ايه؟ بيخش على الانيبل مود على طول، والباسورد بتاعه كلير تكست. تمام؟ الناس المره اللي فاتت اللي كانت بتسالني ليه الداتا بيس كاريتيها في الكونفجريشن مود مش تحت اللاين كونسول؟ واضح كده؟ لو انا كنت دلوقتي تحت اللاين كونسول كريت الداتا بيس دي، كنت هضطر ان انا كريتها مره تحت اللاين كونسول، وهي هي هكريتها تاني تحت اللاين او اكس. طب ما انا دلوقتي ده غير انها بره برضه على التلنت هعملها. تمام؟ طب ليه وجع القلب؟ انا دلوقتي كريتها كم مره؟ مره واحده في الكونفجريشن مود. مش احنا عارفين ان في الكونفجريشن مود يعني تاثيرها جلوبالي على مستوى الراوتر؟ تمام؟ كريتها كم مره؟ مره واحده. ولو نزلت تحت اللاين كونسول وقلت له لوجن لوكال، يبقى ده معناه روح بص على الداتا بيز اللي انا كريتها في الكونفجريشن مود. نزلت تحت الاي او اكس وقلت له لوجن لوكال، ده معناه روح بص على الداتا بيز اللي في الكونفجريشن مود. تاني لما انا المره اللي فاتت كنا بنحط باسورد على الكونسول، قلت له ايه؟ لاين كونسول 0 انتر لوجن لوكال، وبعدين طلعت على الكونفجريشن مود كريت الداتا بيز دي. الناس قالت لي طب مش المفروض الداتا بيز دي تاثيرها للناس اللي داخله على الراوتر عن طريق الكونسول؟ صح؟ تمام؟ طيب لو انا كنت كريتها مره تحت اللاين كونسول، وهي هي هكريتها مره كمان تحت اللاين اي اكس، وهي هي هنكريتها باذن الله كمان مرتين كده في التلنت. انا كده اضطريت اكريتها كم مره؟ ثلاث مرات. يعني انا بحط هنا كام باسورد من الاخر عشان لا مش حكايه كام باسورد. ايه؟ انت قدامك حاجه من الاثنين، يا تدخل على الراوتر بباسورد، يا تدخل على على الراوتر بايه؟ بيوزر نيم وباسورد. انا بتكلم دلوقتي في موضوع اليوزر نيم والباسورد مش الباسورد بس. فانا عندي داتا بيز. تمام؟ الفكره ثانيه بهي، لو انت كنت نزلت تحت اللاين كونسول تمام؟ وكريت الداتا بيز دي. ونزلت تحت اللاين اي او اكس، وهتعمل ايه؟ هي هي. وتنزل تحت التلنت تعمل ايه؟ تكريتها هي هي. اضطريت تكريتها كام مره؟ ثلاثه. طب ايه رايك ان انا هكريتها مره واحده بس في الكونفجريشن مود؟ ويبقى على كله؟ ويبقى على كله، ازاي؟ تحت اللاين اي او اكس هتقول له لوجن لوكال. كلمه لوجن لوكال معناها روح بص على الداتا بيز اللي موجوده في الكونفجريشن مود، اللوكالي على الكونفجريشن مود. تمام؟ انا لو عايز اعمل باسورد على الاي او اكس بس. باسورد بس؟ اوكي. لو انت قلت له لوجن لوكال تحت اللاين كونسول. تمام؟ يبقى معناه ايه؟ بص على اليوزر، ادخل بيوزر نيم وباسورد في الكونفجريشن مود. وبعد كده تحت اللاين اي او اكس اديت له باسورد. تمام؟ وقلت له لوجن. لوجن معناها ايه؟ ادخل بباسورد بس. على الاي او اكس. اه. يعني لو انا حبيت اعمل القصه بتاعت الاي او اكس دي، انا عايز اعمل مودم وواسطه وكده، ليها باسورد مش اي حد برضه يعملها. مش اي حد يدايل اب على الراوتر يروح داخل. اه ادخل باسورد في الحاله دي. بالظبط. بس فكرتها فين بقى؟ تحت اللاين تحت اللاين اي او اكس. لاين اي او اكس بالظبط زي ما انا عملت هنا كده. باسورد كذا لوجن. كونفجريشن وقت ال لا هو بيسال دلوقتي لو عايز يدخل على الاي او اكس باسورد بس. باسورد يبقى هتقول له ايه؟ لوجن بس في ال بالظبط باسورد كذا ولوجن بس. وانا لو عايز اعمل بقى اي باسورد على اي انترفيس بعمل الحركه دي. لا مفيش حاجه اسمها باسورد على الانترفيس. طب اشمعنى مش الاي او اكس ده انترفيس؟ انت هتقصد الانترفيس ده ولا الانترفيس السريال؟ او الفاست ايثرنت؟ لا الباسوردات تتحط على الكونسول على الاي او اكس على طريقه اللوجن من دايت تمام او عن طريق حتى كابل الكونسول. تمام؟ انما انا فهمتك كده تقريبا غلط. لو انت انترفيس هحط عليه اي بي مثلا، ده ما يتحطش عليه بس. خلاص كده حد وقع مني كده في حاجه يا شباب؟ طيب نرجع تاني لموضوعنا، كنا بنتكلم عن ايه؟ الاي او اكس. طبعا الدي اس ال اتفقنا ان في موديلات فيها انترفيسز اصلا دي اس ال يجي فيها خط التليفون يركب فيها على طول. تمام؟ اي او اي، الاي او اي ده اخر موديل شفته كان عليه انترفيس اسمه اي او اي، كان موديل اسمه 1600 حاجه كده قديمه، كان راوتر قد كده بالظبط.
حاجه قديمه جدا يعني. تمام، ايه الاي او اي ده؟ فاكرين يا شباب اول نوع من انواع التوبولوجي ظهر عندي كنا قلنا مين هو؟ باستوبولوجي. كان بيشتغل على نوع كابلات اسمه اكسيال كيبل. تمام، اهو زمان في الاس في في شبكات اللان كنا بنوصل اصلا، طبعا الكلام ده انا ما واش عليه يعني، كانوا بيوصلوا شبكات اللان بكابلات الكوأكسيال زي ما قلنا. تمام، كابل الكوأكسيال هيدخل في الراوتر ازاي؟ واضحه؟ كابل الكوأكسيال ده لما اجي اوصله على الراوتر هيدخل ازاي؟ كان ليه انترفيس، ايوه كان ليه انترفيس خاص بيه اسمه اي او اي. الاي او اي ده كان شكله عامل كده، حاجه بالمنظر ده، في فوق اربعه فوق هنا، دي بالنت ولا ايه؟ بالنت. اه ده اللي كان بيدخل، ده الفتحه اللي اسمها اي او اي. تمام، ده اللي كان بيدخل فيه كابل الكوأكسيال كيبل. طب مش هتشوفوها الاي او اي ده خلاص يعني، حتى لو بصيت كده عندك يا سعيد في عندك حاجه اسمها اي او اي؟ لا. تمام، قبل ما اكمل بقى الجزئيه دي، انا قايله لكم يا شباب محدش يلعب في الراوتر الا لما اقول لكم بنعمل ايه. ماشي يا كاسبر؟ اللي انت طلعته ده لو كان الراوتر دلوقتي الحمد لله ربنا سترها وبنشرح على ماما، لو كنت انت طلعته والراوتر قايم كان ممكن يتحرق فيها. تمام، هو طلع دلوقتي حاجه اسمها فليش، هنحكي عنه دلوقتي باذن الله. محدش يا شباب يطلع اي حاجه غير لما اقول لكم طلعها او ما طلعهاش. ايه مش مشكله، كانك ما سمعتش. ماشي ده طيب، هنتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله. شباب محدش يلعب في الراوتر الا وانا معاكم، متفقين؟ لغايه ما تبقوا عندكم استيعاب كامل تبقوا عارفين ده لو اتشال من مكانه ممكن يتسبب فيه. اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لا خد بالك من حاجه سعيد، زي ما قلت لك انا لغايه دلوقتي ما اشتغلتش شغل شبكات، انا لغايه دلوقتي ما بداتش كورس شبكات. انت شفتني قمت اي شبكه؟ احنا يعتبرنا كده بنتعامل اي سي دي ال الراوتر، بجمع في الفتره دي اكبر قدر من الاوامر عشان بعد كده لما نيجي نقوم شبكه بقى الاوامر دي مش هرجع لها تاني واشرحها. ايوه بالظبط. تمام، يعني هنتعلم ازاي اتعامل مع الراوتر، ازاي احط له باسورد، ازاي ادخل عليه واحط له اي بي، ازاي اغير اسمه عشان بعد كده اول ما ندخل في السمستر الثاني ونبدا بقى في الراوتنج مش هرجع تاني للحاجات دي. الحاجات دي الاوامر الاساسيه هكتبها وانا مغمضه وبعد كده نشرح بقى الجديد. يعني مستوى دلوقتي ده شباب سيسكو معتمد على الاوامر، حلها كنت قلت لكم حلها قبل كده ايه؟ ريبيت ريبيت ريبيت. ماشي يا مامي؟ مالك؟ مالك يا باشا؟ صداع؟ معلش. خلصت يا شباب؟ تعالوا نشوف بقى حوار الميموري ده. ايه الميموري ده؟ عايزين بقى دلوقتي كده نتكلم عن الراوتر ميموري. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جهاز الكمبيوتر بيتكون من كام نوع من انواع الميموري؟ اللي هما؟ الرام. الرام ومين تاني؟ الروم. الروم دي اللي هي ريد اونلي ميموري، اونلي ميموري. والنوع الثاني الرام، راندوم اكسس. الرام ايوه راندوم اكسس ميموري، ده بالنسبه لكاس الكمبيوتر. في الراوتر هيزيد عليه اتنين ميموري كمان، ميموري فيهم اسمها فلاش، والميموري اللي بعديها اسمها ان في ريم نون فولاتايل ريم. نشرح بقى واحده واحده، نركن شويه الراوتر ونبص على جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر يا شباب اول لما انا بضغط زرار الباور، حد يقول لي كده ايه اللي بيحصل؟ بيبوت. يعني ايه بيبوت؟ جهاز الكمبيوتر اول لما بيقوم بيمر بمرحله اسمها البوست. بوست اختصار باور اون سيلف تيست. باور ايه يا شباب؟ اون سيلف تيست. ايه الباور اون سيلف تيست؟ فاكرين الكاسات القديمه لما كنت بضغط على زرار الباور يروح مديني صفاره كده؟ اهو الصفاره دي معناها ان هو بيتشك على كل الهاردوير المسؤول ان الجهاز يقوم. تمام؟ مين اللي مسؤول عن العمليه دي؟ شبه كده موجوده على المذر بورد اسمها روم. شبه اسمها ايه بهاء؟ تعمل ايه يا ركز. شبه كده موجوده اسمها ايه؟ روم. تمام، الروم ده موجود عليها اوبريتنج سيستم صغير اسمه البايوس.
انا تاني باكد ان انا بتكلم على جهاز الكمبيوتر مش الراوتر. موجود عليها اوبريتنج سيستم اسمه ايه؟ بايوس. بيزك انبوت اوتبوت سيستم. البايوس اوبريتنج سيستم موجود على حته الشبه اللي الشبه دي موجوده على المذر بورد. البايوس ده مسؤول في البدايه انه يخلي الجهاز يمر بمرحله البوست. يعني ايه البوست؟ بيتشيك على كل الهاردوير اللازم ان الجهاز يقوم. على سبيل المثال الرامة لو مش موجودة اي مين اللي عملك ماشي تمام كان بيديني صفارة كده صحي والحمد لله تمام تمام. البروسيسور لو مش موجود شانطة شانطة اصلا كان بيبقى لا كارت الفيجا مش انت الهارد يا دهي لو مش موجود الجهاز هيقوم بس هيقول لك مفيش اوبريتنج سيستم بالظبط كده في حاجه لا بيقوم لا الهارد بيقوم الهارد ذات نفسه بيقوم عادي لو هو مش عارف لا بيقوم محروق او ايوه الصفاره الثانيه ده مش صفاره الهارد بس الفيجا هو محروق بس الشاشه ما بتفتحش اصلا هو الجهاز بيقوم باور الهارد يا شباب الهارد الهارد بيقوم الجهاز بيقوم بس مش بيكتب اللي بيتعرف طالما في كتابه بيضا ظهرت على الشاشه قدامك قال لك ان هو مش لاقي ميديا يبقى كده الجهاز سليم ايوه تمام. انا بتكلم البوست ده يعني الجهاز اصلا مش هينطق يعني الليد اللي هو جنب بتاع الشاشه ده هيفضل لونه اللي هو الاورنج المحمر ده تمام ومفيش اي كتابه خالص نهائي على الشاشه الجهاز ضايع ما بينطقش يبقى كده الجهاز قلنا ان هو ما بيمرش كده بمرحله البوست ما قامش اساسا. انما الهارد لو مش موجود هيديك كتابه بيضاء كتابه بيضاء يعني الجهاز كهاردوير سليم بس مثلا الهارد بايظ مش لقى ويندوز الويندوز واقع وات ايفر تمام. ده انا عايز اقول لكم ان في سيستمات قديمه كان المذر اسمها ايه دي عادي الكيبورد اصلا لو ما كانتش بس دي سيستمات قديمه قوي الكيبورد لو ما كانتش موجوده كان السيستم ما بيقومش ما بيمرش بالبوست بس دي سيستمات قديمه جدا تمام. فقلنا تاني في بعض الهاردوير مصد انه يبقى موجود عشان الجهاز اصلا يقوم وفي بعض الهاردوير لو مش موجودة الجهاز هيقوم بس يعني هيقول لك ناقصني هارد ناقصني اوبريتنج سيستم تمام. ده بالنسبة لجهاز الكمبيوتر. بالنسبة للراوتر لو جينا نشوف صورة كده للراوتر من جوه هلاقي ان هو مذر بورد عليه بروسيسور فوق البروسيسور فانا في ميموري في رامة جهاز كمبيوتر مذر بورد تمام. فلو انا دلوقتي مثلا الفانا مكسوره لا قدر الله الفانا مكسوره مفيش اي سبب منطقي ان الجهاز يقوم لان الجهاز بتاع الراوتر يعني لو قام والفانا مكسوره لا قدر الله البروسيسور بتاعي ممكن يتحرق. شفتوا لما كنت بقوم الراوتر وكان في البدايه كلام كتير 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 كده بيصر اهو ده البوست بتاع الراوتر بيبدا يقول لي عندك الهاردوير الفلاني قايم عندك الهاردوير الفلاني واقع والدنيا بايظه فيه عندك. فلو قلنا تاني في الهاردوير معينه لو مش موجوده في الكتابه اللي بتظهر قدامي دي هيقول لك الراوتر بتاعك مش قادر يمر مرحله البوست ما بيقومش. يبقى تاني الراوتر وهو بيقوم الراوتر بقى وهو بيقوم بيمر بمرحله اسمها البوست البوست باور اون سيلف تيست. مسؤوليتها ايه؟ انه بيتشيك على كل الهاردوير لان في بعض الانواع من الهاردوير لو مش موجوده الراوتر ملوش اي سبب انه يقوم لانه لو قام لا قدر الله ممكن يتحرق فيها. مين المسؤول عن كده؟ هو في كاس الكمبيوتر مين اللي كان مسؤول عن كده؟ البايوس. في الروم بقى على الراوتر في اوبريتنج سيستم مقابل للبايوس اسمه بوت ستراب لودر. بوت ايه يا شباب؟ ستراب ايوه بوت ستراب لودر تمام. ايه البوت ستراب لودر؟ ده اللي هو مقابل للبايوس في جهاز الكمبيوتر. يبقى معنى كده ان البوت ستراب لودر هو ده المسؤول انه بيخلي الاول الراوتر يقوم يمر مرحله البوست تمام. لا ده بقى الاول نكمل قلنا تاني اوبريتنج سيستم موجود على الروم اسمه ايه؟ البوت ستراب لودر تمام. ده مسؤول عن عمليه البوست. بعد ما الراوتر هيمر بمرحله البوست البوت ستراب هيبقى مسؤول عن اربع حاجات. الحاجه الاولانيه طب قبل ما اقول الحاجه الاولانيه تعالوا كده نرجع تاني على جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر بعد ما بيمر بمرحله البوست ايه اللي بيحصل؟ البايوس بيبدا ان هو يدور على اوبريتنج سيستم ويندوز لينكس واتيفر بقى وبدون الدخول في التفاصيل بقى اللي هي مالناش علاقه بيها دلوقتي. هو بيروح الاول لحاجه اسمها ماستر بيت ريكورد مالناش دعوه بالتفاصيل دي. المهم ان هو هيروح يدور على نسخه ويندوز مثلا هيلاقيها فين؟ على السي مثلا تمام. هيبدا ياخد كوبي
من النسخه دي اللي هي موجوده على السي وينقلها جوه الريمه. ينقلها جوه ايه بهاء؟ الريمه. ليه؟ شغلي كله لازم يبقى على الريمه لان الريمه ميموري سريعه. انتوا عارفين ان شاء الله لو كان الويندوز اللي قدامي اللاب اللي قدامي ده اول ما قومته كل اللي قدامكم ده موجود على الريم. كل اللي قدامكم ده موجود على ايه يا شباب؟ الريم. اي اكسكيوتبل فايل بياخد منه نسخه يحطها جوه. مش اكسكيوتبل بس، اي حاجه الابلكيشن اللي انا فاتحاه ده اي حاجه موجوده جوه. اي حاجه شغاله. ليه؟ ده انا ان شاء الله باذن الله لو كان كل اكشن انا بنفذه يروح يتنفذ على الهارد كليك يمين على الديسك توب كده ريفرش واقوم اعمل لي كوبايه شاشه. تمام؟ ليه تاني؟ الميموري سريع فبياخد كوبي من الاوبريتنج سيستم ومن كل حاجه انا شغال عليها يوديها جوه مين؟ جوه الريم. ده في كمان الكاش. اسمعوا عن الكاش. يقول لك مثلا بروسيسور مثلا 2.4 كاشات 4 وبروسيسور 2.4 كاشات 6 تلاقي السعر زاد 300-400 جنيه. ايه يا عم ده؟ ما ال 2.4 ده الفرق في الكاشات 2 ميجا صح؟ هو ايه اللي حصل؟ قال لك كلمه كاش دي معناها ده مثلا شكل المذر بورد بتاعتي. تمام؟ ده هنا الرامه. اصحى يا بهاء. وده البروسيسور. تمام؟ بيبقى فيه هنا كاش ميموري، بيبقى فيه جنب البروسيسور او حتى في بعض الكاش ميموري ده اصلا فيه منه ثلاث انواع. ليفل 1 هو فيه منه ثلاث انواع، ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. في من انواعهم بيبقى موجود بلت ان على البروسيسور وبيبقى فيه موجود على المذر بورد. قريب من البروسيسور. كاش. تمام؟ فاللي هيحصل دلوقتي مش المفروض البروسيسور كل ما هيحتاج اي انستراكشن هيروح يجيبه من الميموري؟ صح؟ كل ما يحتاج حاجه يروح يجيبه من الميموري يعمل لها فيتش يجيبها عندي. طب ما انا اجيب الحاجات اللي انا بحتاجها باستمرار احطها فين؟ في الكاش. مش ده اقرب؟ عشان كده كل ما الكاش حجمه زاد تلاقي البروسيسور سعره غالي اكتر. تمام؟ نفس الفكره بالظبط. نرجع تاني على الراوتر بالكامل. اي باشا. في ليفل 1 بيبقى اصلا جوه الكور بتاع البروسيسور، ليفل 2 على الباكج بتاعته، ليفل 3 بيبقى على المذر بورد جنبه. فعلى حسب الليفل اللي انت بتتكلم فيه. تمام؟ الكاشات دي ممكن تعمل في كذا ديفايس، يعني في اي ديفايس ممكن تقريبا كارت الشاشه برضه في كاش. كارت الفيجا بيبقى فعلا في كاش خاص بيه. تمام؟ المهم تاني نرجع هنا تاني. الويندوز احنا اتفقنا ان هو موجود جوه مين؟ جوه السي. هياخد منه كوبي يحطها جوه الرام. نفس الفكره بالظبط. هنا برضو البوت ستراب اول حاجه هيروح يدور على نسخه اي او اس، هيلاقيها فين؟ في الفليش اللي انت طلعته ده يا كاستر. تمام؟ هوريكم شكله كمان شويه ان شاء الله. تمام؟ اللي هو مين يا شباب؟ الفليش. الفليش ده حته تشبه كده موجوده اصلا على الراوتر، بتتشد كده اصلا. تمام؟ ده اللي موجود عليها او نشبهها بالهارد بتاع الراوتر. نشبهها بمين؟ بالهارد بتاع الراوتر او بتاع جهاز الكمبيوتر. ده اللي موجود عليه الاي او اس. يبقى تاني البوت ستراب اول حاجه هيلوكيت يدور على اي او اس، هيلاقيه بنسبه 90% جوه مين؟ الفلاش. الفلاش. يروح واخد منه تاني خطوه، يروح واخد منه كوبي يلود الاي او اس على الرام. شغلي كله يبقى على الرام. تمام. تمام كده؟ طيب الخطوه اللي بعديها قال لك هيروح يدور على نسخه كونفيجريشن مستيفه. بمعنى ايه؟ هو انا باذن الله كل ما اجي اقوم الراوتر الاقي ما عندوش كونفيجريشن ابدا اعمل كونفيجريشن تاني من اول وجديد؟ لا، احنا عايزين نتعلم بقى ازاي ان انا اسيف الكونفيجريشن. صح؟ الكونفيجريشن بتاعتي اللي متسيفه هتبقى موجوده فين؟ الرام يا شباب موجود عليه ملف اسمه running داش كونفيج. الرام موجود عليه ملف اسمه ايه؟ running داش كونفيج. مشكله الرام ان هي تكنولوجي او ان هو ميموري فولاتايل. فولاتايل يعني ايه؟ متطايره. يعني لا قدر الله الكهرباء قطعت او قفلت الراوتر رسيته من غير ما سيف، كل اللي كان في الرام ضاع. يبقى كل الكونفيجريشن اللي انا بعملها دلوقتي موجوده جوه الملف اللي اسمه راننج كونفيج اللي جوه الرام. لو رسيت الراوتر كله ضاع. قامت سيسكو عامله ميموري اسمها انفي رام نون فولاتايل رام جواه ملف اسمه ستارت اب داش كونفيج. ملف اسمه ايه يا شباب؟ ستارت اب داش كونفيج. يعني من الاخر انا عايزه اسيف الكونفيجريشن بتاعتي اعمل ايه؟ هاخد كوبي من الحاجات اللي انا شغاله عليها دلوقتي اللي جوه مين؟ الرننج داش كونفيج. اروح واخدها كوبي احطها جوه مين؟ ها احمد عايز؟ ايوه جوه فين بالظبط؟ في الانفي رام في الملف اللي اسمه ستارت اب داش كونفيج. لان كانت تتخزن على الفلاش بدل لما ندخل في العملي باذن الله هتلاقي ان خطر انك تخزن اي حاجه في الفلاش لان الفلاش جواه الاي او اس.
تمام. انا ممكن ان انا انقل الكونفيجريشن على الفلاش على فكره، بس بقدر الامكان انا بحاول ان الفلاش ده محدش يلعب فيه الا الناس البروفيشنال، لان لا قدر الله لو انت لعبت في الفلاش بطريقه غلط هتطير مين؟ خلاص لو انت مش عامل له باك اب خلاص كده الدنيا طار. وفي في اللاب باذن الله العملي هوريكم ازاي تعملوا باك اب وهتنقلوه على الاجهزه بتاعتكم ان شاء الله. تمام. لو بصيتوا حتى على الديسكتوب بتاع الاجهزه بتاعتكم هتلاقي فيه الاي او اس بتاع الراوتر ده، الناس بتاخده كوبي تحطه على الاجهزه بتاعتها. تمام لغايه دلوقتي اوكي. يبقى تاني نراجع تاني بقى كده بسرعه. الراوتر اول لما بيقوم بيمر بمرحله اسمها البوت ستراب لودر. البوست بوست يلا مش اللي هو ايه المرحله نفسها اسمها ايه؟ البوست. مين المسؤول عنها يا بهاء؟ البوت ستراب لودر. ايه البوت ستراب لودر ده؟ ده اوبريتنج سيستم موجود بالظبط مقابل البايوس. وظيفته اول حاجه طبعا هو المسؤول عن عمليه البوست. تاني حاجه مسؤول عن اربع حاجات. اول حاجه فيهم بس اول حاجه فيهم ان هو هيلوكيت اي او اس، يدور على اي او اس غالبا هيلاقيه جوه مين؟ الفلاش. تاني خطوه هيلود يحمل الاي او اس على الريم. تمام. تالت خطوه هيلوكيت نسخه كونفيجريشن مسيفه، يدور على نسخه كونفيجريشن مسيفه. ما هو مش معقول زي ما اتفقنا كل ما الراوتر بتاعي يجي يقوم يدور على كونفيجريشن ما يلاقيش، فهيلاقيها جوه مين؟ الانفي رام. فين بالظبط؟ في الملف اللي اسمه ستارت اب كونفيج. يبقى تالت خطوه هيلوكيت يدور على ستارت اب كونفيج. رابع خطوه هيلود الستارت اب كونفيج على الرننج كونفيج. شغلي كله لازم يبقى جوه الميموري، شغلي كله لازم يبقى جوه مين يا شباب؟ الميموري. تاني اول اخر مره يعني ايه شغلي؟ شغلي يعني انا هرجع تاني، شغلي لازم يبقى جوه الرام اقصد. ايوه جوه الرام. يعني انا هرجع تاني للرام، كل شغلي لازم يبقى جوه الرام. اه هياخد كوبي من الستارت اب يحطها جوه الرننج. مجرد ان هو اول ما تمام. عايز بعد كده انت قبل ما تقوم سيف تاني تعمل ايه؟ تاخد كوبي من الرننج تحطها في الستارت اب زي ما هنشوف في العملي كمان شويه باذن الله. العملي هنشوف، العملي هنشوف. هو لازم كل الكلام ده بيتم يعني بالايد كده مانوال ولا هو بيعمله كده اوتوماتيك؟ الديفولت ده سؤالك يعني زاد؟ الديفولت شباب الديفولت ان انا اللي هكبير بايدي. تمام. في فيتشر هتدرسه في التي شوت ان شاء الله في ماده الان بي، انت ممكن تعمل الكلام ده عن طريق اركايفنج. اركايفنج يعني ايه؟ سكانجوال كده، يعني مثلا كل ما تعدل حاجه تتكبير لوحدها او كل وقت معين. ده في الان بي، ده في التي شوت ان شاء الله. الان بي ده حاجه زي نسخه السي مثلا، زي السي اعتبرها كده ماشي، بس دي الكونفيجريشن المسيفه. تمام. طب خلاص خدوا الاول 5 دقايق وبعد كده نرجع لنا 5 دقايق. يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه دلوقتي بقى اتعلم ازاي ان انا اسيف الكونفيجريشن. احنا بنعمل الهيصه دي كلها ليه؟ عشان نتعلم ازاي اسيف الكونفيجريشن، صح؟ ادي بلوك، التاني، التالت. هنشرح دلوقتي حالا حالا حالا. ده سيفنج configuration. البلوك الاولاني ده الرام. الرام احنا اتفقنا جواه ملف اسمه running داش config، صح؟ مش احنا لو تفتكروا المره اللي فاتت واحنا بنشرح يا شباب مش كنا قلنا اصلا لما كنت باجي اقول له شو running وقلت لكم اصبروا شويه هنعرف ايه الرننج ده. الرننج كونفيج الملف اللي جوه الرام، الملف اللي جوه الميموري بتاعت الرام. تمام. البلوك الثاني ان في رام جواه ملف اسمه ستارت اب داش كونفيج. ملف اسمه ايه يا شباب؟ ستارت اب داش كونفيج. تمام. عندي حاجه كمان اسمها تي اف تي بي، هنرجع لها دلوقتي باذن الله. سمبلي بقى مفيش اهيف من كده. لو انا عايزه دلوقتي اسيف الكونفيجريشن بتاعتي احنا اتفقنا ان هاخد كوبي منين؟ ها؟ من الرام احطها جوه الان في رام. منين بالظبط؟ من الرننج كونفيج احطها على الستارت اب كونفيج. سمبلي وانا في الراوتر في الانيبل مود هقول له كوبي مسافه رننج داش كونفيج مسافه، هحط الكلام ده فين؟ ستارت اب داش كونفيج.
طب ايه الامر الطويل ده؟ مش احنا اتعلمنا ان في ابلكيشن في اختصار؟ بدل ما اقول الهصه دي كلها هقول له ايه؟ ده الراوتر في الانيبل مود كوبي ران ستارت. كوبي ران ايه يا شباب؟ ستارت. بالذات ما في اهيف من كده. طب سي بعد كده ان انا عايز اجيب الكونفيجريشن من الستارت اب كونفيج احطها جوه الرننج، هقول له ايه؟ يبقى اقول له كوبي ستارت ران. برضو في الانيبل مود كل الاوامر اللي بكتبها دلوقتي في الانيبل مود، تمام؟ قبل ما اكمل بقى، طب انا بسميها هو الامر كده كل مود وليه اوامر، تمام؟ وطالما سالت السؤال ده يا عزت، مطلوب منك هوم ورك تعمل لي اي او اس جديد لسيسكو والكونفيجريشن تسيف في اي مود تاني، ماشي؟ تمام يا شباب؟ بيتظبط صح؟ يلا مش فاكره. يلا يا شباب يلا بصوا، مش هتمشوا بدري عشان الماتش الا لما نخلص، متفقين؟ يلا. طب سؤال بقى، السؤال الاذكى بقى يا احمد، كنت تسالني في حاجه ثانيه، كوبي ران ستارت ده منطقي ليه؟ انا عايزه اسيف الكونفيجريشن معايا يا محمود، يبقى اقول له ايه؟ كوبي ران ستارت. طب كوبي ستارت ران لازمته ايه؟ صح، لان انا عارفه ان الراوتر وهو بيقوم اصلا هو اللي بياخد، هو فعلا اللي بيجيب كوبي من الكونفيجريشن من الستارت اب يحطها في الرننج، تمام؟ اركنه ده بس كده شويه، هنحتاجه جامد جدا في موضوع اسمه باسورد ريكفري. الباسورد ريكفري ده لو انا نسيت الباسورد بتاع الراوتر هنتعلم ازاي باذن الله ساعتها ازاي اقدر ادخل على الراوتر واقدر تاني ادخل على صفحه الكونفيجريشن بتاعته. ماشي، انا اصلا هي كده اصلا. ايوه انا قلت لك اهو، انت عندك حق، انت عندك حق ان هو فعلا الراوتر هو بيقوم بياخد كوبي من الستارت اب يحطها في الرننج لوحده، تمام؟ طب ايه رايك يوم محاضره الباسورد ريكفري انت بنفسك يا كاسبر هتكتشف ان الامر ده، انا لو ما كنتش كتبته لا مش هينفع، الامر ده مهم جدا 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 فوق ما تتخيل، فاصبر لغايه هو كمان محاضرتين ثلاثه هناخد الباسورد ريكفري ان شاء الله، تمام؟ طيب افرض بقى لا قدر الله الراوتر ككل اصلا ضرب زي ما كنت انت كنت هتضربني الفليش، تمام؟ افرض دلوقتي الراوتر كله كان ضرب، تمام؟ هشتري راوتر جديد وابدا اعمل عليه كونفيجريشن من اول وجديد، ده ايه وجع القلب ده؟ او الان دي رام ضرب، او الستارت اب كونفيج اتمسحت غصب عني، اي حاجه. طب ما انا من اولها كده اكون عامله حسابي سيرفر، جهاز كمبيوتر سيرفر بعيد خالص اساسا عن الراوتر بتاعي، واخد كوبي من الكونفيجريشن بتاعتي احطها على تي اف تي بي سيرفر. ايه تي اف تي بي ده بقى؟ كلمه تي اف تي بي اختصار تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول. بروتوكول تريفيال يعني ايه كترجمه؟ تافه صغير. فاكرين الاف تي بي؟ الاف تي بي ده كان بيعمل ايه؟ فايل ترانسفير وظيفته بعمل ابلود وداونلود، صح؟ بس للملفات الكبيره. التي اف تي بي هنعمل اللاب ده على المره الجايه باذن الله، بس هنأجله النهارده الاول لغايه ما نتعلم ازاي احط اي بي على الراوتر. ما هو ما ينفعش ان انا ابعت الكونفيجريشن على تي اف تي بي سيرفر بعيد عني او اخد منه الكونفيجريشن الا الاول لما يكون الراوتر بتاعي عليه اي بي، فعشان كده تي اف تي بي ده مش هنعمله النهارده، على المره الجايه ان شاء الله. تمام كده؟ هو الراوتر كله مش هنحط له اي واحد ولا كل انترفيس على الراوتر؟ كل انترفيس على الراوتر، تمام؟ فاللي انا هعمله ان ساعتها اخد كوبي من الكونفيجريشن بتاعتي، سي مثلا هاخد كوبي من الستارت اب احطها على مين؟ على تي اف تي بي. حد يمدليني بقى كده، هيبقى كوبي ستارت اب مسافه على تي اف تي بي. لا قدر الله الكونفيجريشن ضربت على الراوتر، اقول له كوبي من التي اف تي بي على الستارت اب. يعني كل وظيفه الصفر ده مش هنسيب بس كده، يعني انت بتاخد كوبي من الكونفيجريشن تحطها عليه او من الاي او اس كمان. يعني ان شاء الله في اللاب العمل اللي بعد السمستر ده لما تقعدوا تطبقوا كل الكلام ده تاني باذن الله، هفتح لكم هخليكم تحولوا كل الاجهزه اللي قدامكم دي تي اف تي بي سيرفر، تاخدوا الكونفيجريشن وتاخدوا الاي او اس من على الراوتر. افرض الاي او اس ضرب، صح؟ يبقى في عندي باك اب. يعني ايه في عندي باك اب؟ ده جهاز كمبيوتر عادي جدا، ممكن ويندوز 7 ممكن ويندوز 8، مش شرط ويندوز سيرفر، مش شرط لينكس، مش شرط الكلام ده. بالسوفت وير هحوله لتي اف تي بي، هنتعلم الكلام ده ان شاء الله، تمام؟ هحوله لتي اف تي بي عشان اخد كوبي من الكونفيجريشن ارميه عليه. ده انا ممكن كمان
اخد كونفيجريشن منين؟ من الرانينج. ايوه من الرانينج على طول احطها على التي اف تي بي. طب لو قدر الله ضربت عكس عكس، شفتوا العمليه فليكسبل ازاي؟ بالذمه في اهيف من كده؟ هقول له هنا ايه؟ كوبي من الرانينج على تي اف تي بي. حصل اي مشكله هقول له ايه؟ كوبي من التي اف تي بي. ممكن طبعا يقف كمبيوتر. اه طب عادي. طب ولو وقع مثلا في حاله ان انا طب كنت باخد، طب ما تصبروا شويه وهتكتشفوا ان انا بقومه تقريبا في 3 ثواني. طيب ماشي مش صعب. باشمهندس الاوامر دي مش المفروض تكون في الكونفيجريشن؟ لا، كل مود وليه اوامر. تمام، يبقى ايه بقى يا كاسبر الهوم ورك بتاعك؟ هتعمل لي اي او اس فيرجن جديد تنقل لنا الاوامر دي هنا. ماشي يا شباب. دايما بقول تاني اجابتي على النوايا دي من الاسئله. شباب الاي او اس ده مين اللي عنده؟ مش ناس بني ادمين صح؟ مش كل حاجه هتحس ان هي منطقيه. تمام، الراجل اللي عمل الاي او اس الجزئيه دي طبعا هو تيم كامل. الراجل اللي قرر ان هو يعمل اي او اس ده او الجزئيه دي هم شايفين ان انسب مود ليه الاني كود مود. تمام، طيب هقول له هنا ايه؟ كوبي من التي اف تي بي على مين؟ على الرانينج. لغايه دلوقتي حد تهمني في حاجه؟ تعالوا بقى نطبق الكونفيجريشن دي كده. انا دلوقتي داخله على ار 4 طبعا السيشن قفلت عشان بقى لنا فتره. هفتحها تاني. مش انت قلتي في اول لاب ان احنا هنشتغل على الباك تريسر ده ولا ايه؟ ليه بقى مش هنكمل عليه؟ ده لعب عيال. الباك تريسر يبقى ايه؟ لعب عيال بجد. امال هنطبق فين بقى اللي هي الجزء بتاع؟ هقول لكم دلوقتي. معلش خالص نسيت شغاله. خلاص يا جدعان دخلنا تاني على راوتر. خلاص يا عزة ماشي يلا. قول له تاني هاجي هنا اقول له ايه عشان اسيب الكونفيجريشن. كويس ان انت اخدت بالك. كوبي راني كونفيج بسيها ستارت اب داش كونفيج. اول ما ضغطت انتر قال لي عايزه تسيف على الملف اللي اسمه ستارت اب داش كونفيج. اقول له ايه؟ انتر. ليه ما اقولش يس؟ عشان هيسيف. لو قلت له يس يبقى هيسيف على ملف اسمه يس. ما هو دازنت اكزيست هيكريته. تمام، بالمناسبه كنترول سي كده انا لغيت اللي انا عملته. انا لغيت اللي انا عملته. ثواني عايز. لو انا قلت له هنا شو رانينج داش كونفيج انا ضغطت كنترول سي يا شباب عشان الامر دازنت تيك افكت. تمام، في كونفيجريشن موجود اهو. على سبيل المثال الهوست نيم ار 4. لو نزلت تحت اللاين كونسول في كونفيجريشن انا عاملاها. طب لو قلت له هنا شو ستارت اب داش كونفيج قال لي ايه؟ يا عز ستارت اب كونفيج دازنت اكزيست. فلو انا قلت له دلوقتي كوبي من الرانينج كونفيج على الستارت اب كونفيج انت بتقول لي دلوقتي هو الملف ده موجود؟ اه مش موجود. اول لما اضغط انتر عشان يقبل الديفولت ده معناه ايه؟ هيكريته. تمام، فلو جيت المره دي اقول له شو ستارت اب داش كونفيج مش كان بيقول لي دازنت اكزيست الاول؟ ظهره. وفي كل الكونفيجريشن كوبي وبست منين؟ من الرانينج. طبعا احنا متفقين ان سيمبلي بدل ما اقول له كوبي ستارت اب داش كونفيج الهيصه دي كلها كوبي ايه؟ ستارت ران ستارت. ها اقول له ايه؟ انتر. تمام كده؟ دي الطريقه اللي ريكومندد من ساسكو. دي اللي عليكم في الكورس بتاعكم عشان في الامتحان باذن الله الدولي هيبقى مطلوب منكم عملي. في اسئله عملي هتعملوها بايديكم كونفيجريشن. تمام، لما تيجي تسيف استخدم الامر ده. انا عن نفسي بقى بفضل الامر ده رايت ميموري انتر. حد كده قوي الملاحظه يقول لي ايه الفرق؟ ده بيسيبه في الميموري نفسها. هو سايب برضه في الستارت اب كونتيج بس عارف التارجت بتاعه. اه يعني مش ما سالنيش عايزه تسيفي فين. هو على طول هو مغمض سايب فين؟ في الستارت اب داش كونفيج. اعتبرها كده. طيب هو سال. تمام، هو سال ما سالش. طيب هو عارف التارجت بتاعه فين؟ لا من غير ما اعمل الرايت ميموري. هو كان سال قبل كده. اه سال اللي هو لما لو قلنا يس هيعمل ايه؟ ماشي عدى فوق. بس هو كده بس هو طيب مش هيسالني بقى انا ممكن اكلم في ملف اسمه ويس او نو او كده. بالظبط، هو عارف التارجت بتاعه انه هيسايب فين؟ في الستارت اب كونتيج.
انا بفضل الامر ده ليه؟ لان السيمبلي الابريفيشن بتاعه الاختصار بتاعه دبليو اور. تمام، بصوا كده كونفيج تي هوست نيم، تمام، اغير اسم الراوتر تو. ايه اللي انا عملته ده؟ انا غيرت اسم الراوتر وبعد كده قلت له صح. تخيلوا بقى ان انتوا في امتحان مثلا السي سي اي ولا حاجه، والعملي كله جزء عملي كله 6 ساعات، وانت مستعجل مفيش وقت، كل ما تيجي تعمل شويه اوامر دو رايت صح، وانت في المود اللي انت فيه كل ما تيجي تعمل شويه اوامر تقول له ايه؟ ده بيسيف هيروح مخزن في الستارت اب على طول، يبقى اسهل بكتير ولا لا؟ يا باشمهندس، مش هو لما بيجي يقول لي عايز تسيف بقول له انا انتر كده يبقى هو بيسيف في الستارت اب؟ افرض ان انا غيرت بيت كوبي ران ستارت، تمام، انت تقصد ان مش مستاهله يعني انا ضغطت انتر كده خلاص كده مش هو سايف، عايز تستخدم ده اوكي. لا لا عامه يعني ولو جيت عملت اي حاجه تانية برضو هيطلب مني ديستنيشن فايل نيم ستارت اب، هقول له برضو انتر دبليو ار ما سالنيش. لا من غير الدبليو ار لو اجي ان هو بقى انا خلصت وعايز اعمل هيديني الرساله بتاعت الستارت اب كونفيج اعمل انتر خلاص اتسيب صح. تمام، انما الدبليو ار دي في حاجات تانية يعني لو انا عايز اسيب بقى الريكومندد. لا لا الريكومندد من سيسكو دايما ان انت تستخدم الامر بتاع كوبي ران ستارت، تمام، دبليو ار ده لا ما تستخدمهوش. ده في برودكتس جديده من سيسكو زي الاي اس اي مثلا، حاجه كده برودكت من سيسكو شالوا امر دبليو ار اساسا، شالوه بقى كل شغلنا عليه كوبي ران ستارت. ليه؟ سيسكو عايزه الناس تبعد عن امر كوبي ران ستارت ده. سيسكو عايزه تبعد بقى عن سوري عن رايت ميموري. تمام، ليه هقول لك بعد الريستارت. تمام، حاجه كمان بس ملحوظه صغيره، لو انا جيت دلوقتي غيرت الاسم تاني تمام كده، خدوا بالكم انا ما سيفتش، خدوا بالكم ايه يا شباب، انا ما سيفتش. تعالوا بقى دلوقتي نعمل ريلود للراوتر بتاعي. ريلود يعني ايه؟ ارست الراوتر. مش المفروض دلوقتي لما الراوتر يجي يقوم هلاقيه تاني دخل على كل الكونفيجريشن اوريدي اللي انا عملتها عليه؟ يعني هلاقي اسم الراوتر سيسكو؟ لا لا، عشان ما حفظتش. لا عشان ما حفظتش. ماشي انتر. طالما انا ما حفظتش، الراجل محترم قال لي بقول لك ايه، من ساعه اخر امر كوبي ران ستارت انت عملتيه او رايت ميموري انت عملتيه في كونفيجريشن اتعدلت، اسيف لك ولا لا؟ يس. واضح كنت اقصد ايه؟ يعني انت حتى لو نسيت اصلا ان انت سايب الكونفيجريشن وجيت تعمل ريلود، الراجل محترم هيسالك. المؤمن انت بتقولي على الباك تريسر امر رايت ميموري مش شغال، او رايت اريز يا ربي، لا لا رايت ميموري شغال، تمام، الاوبشن ده مش شغال، اللي هو لو جيت تطلع من الراوتر مش هيسالك حاجه مش حقيقيه. تمام، فعشان كده بقول لك هنا فرصه ان احنا نشتغل على حاجه حقيقيه في البيت، تشتغل على الباك تريسر كحاجه سريعه مبدئيه. ايه دي بسرعه بس اللي هو ايه؟ اصل انت يعني عملت وهو يا ابني بروسيدور فين يا يعني بعد ما انا بقول له سيف خلاص يروح بقى مكمل بيردود بقى خلاص. تمام هو كده بيردود. تمام، المفروض ان هو يظهر لي سيسكو صح. تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل، انا معايا اهو ونشوفه هو بيقوم ايه اللي هيحصل. ايه ابجريد روم؟ واخدين بالكم هنا كده حجم الميموري؟ ابجريد روم دي ايه؟ اصبر على الروم، لسه ما اخدناش الروم، مش كل حاجه دلوقتي يا شباب في الشاشه اللي قدامكم هنفهمها، انما واحده واحده هنبدا الموضوع يتفتح معايا. شايفين الهاشات اللي بتطلع قدامي دي؟ ده الباسورد؟ لا ده مش الباسورد، شايفينها؟ ايه الهاشات دي؟ شفتوا الفلاش؟ الفلاش كمان شويه باذن الله اول ما اخلص اوقف الفيديو هطلعه لكم، هلاقي الفلاش في الراوتر اللي قدامي حجمه صغير جدا 64 ميجا. 64 ايه؟ ميجا اللي كان كاسبر هيطيره دلوقتي اتحط عليها الاي او اس على 64. شباب مفيش ماتش ومفيش مروحه قبل الماتش قبل ما نخلص، ماشي شباب؟ تمام، فقلنا تاني حجم الاي او اس ممكن يكون كبير شويه، فعشان يوفروا مساحه على الفلاش بيضغطوه. تمام، بيعملوا فيه ايه يا شباب؟ بيضغطوا الاي او اس ويحطوه جوه الفلاش. ينفع دلوقتي الاوبريتنج سيستم بتاعي يقوم الاي او اس يقوم وهو مضغوط؟ الهاشات دي معناها ان هو في البدايه بيعمل دي كومبريس للاي او اس وياخد منها كوبي يحطها جوه الميموري جوه الريم، وبعدين بعد كده النسخه اللي جوه الفلاش يعمل لها بريس يعمل لها لا هي مضغوطه هي مضغوطه هو بيديكم برسام ومش يسيبها جوه الفلاش هو بيعملها ديكم رسم لها جوه الميموري جوه الرام انما النسخه اللي زالت مضغوطه جوه الفلاش عشان الخطوات دي كلها اللي هي البوست صح ده كل اللي قدامكم ده بقى البوست
تمام. على سبيل المثال حجم الانديرين تمام، حجم الفلاش ده بيفوق اهو ده 64 ميجا اهو اصلا يا احمد علي تمام كده. كل ده كل ده ايه يا شباب؟ البايوس بتاع او البوست بتاعي هو اللودر ده. حد بقى كده يقوي الملاحظه يقول لي اولا دخلني على اسم الراوتر بتاعي يبقى الكونفيجريشن بتاعتي مش سيفه ولا لا. اه في حاجه تانية، بصوا على الشاشه قدامكم وقولوا لي في ايه تاني. موت. طب ايه دخلت على اليوزر موت ما كانش عايز ولا يوزر نيم ولا باسورد؟ لا انا ما حطيتش يوزر نيم وباسورد، دخلنا على اليوزر موت على طول. ماشي، بمعنى ما سالنيش على السيت اب مود. مش انا متعوده ان اي راوتر بدخل عليه بيسالني على السيت اب مود صح؟ الراوتر وهو بيقوم لا اوريدي فيو كونفيجريشن يسالني على السيت اب مود ولا لا. مش انا عارفه دلوقتي ان السيت اب مود معناها معناها ايه؟ لسه فاتح راوتر لسه. ايوه بيسالني اعمل لي كونفيجريشن ولا لا. هو لا كونفيجريشن يبقى يسالني ليه على السيت اب مود. وضحت كده؟ يبقى وانتم مغمضين اي راوتر تدخلوا عليه ما يسالكوش على السيت اب مود معنى كده ان الراوتر ده ما فيهوش كونفيجريشن. معنى في حاله استثنائيه هنشوفها قدام. سؤال، لو انا خلصت كل حاجه على الراوتر ورحت قافل السيشن قفلت من غير ما تسيف؟ سيفت اه ماشي قفلت خالص يعني قفلت وجيت بعدها بيوم شغلت بقى الكونفيجريشن بتاعتك موجود؟ موجود اه تمام. خلاص كده تمام؟ لو جيت هنا قلت له شو راننج كونفيج فعلا انا الراوتر بتاعي لسه قايم جديد. عمل ايه وهو بيقوم؟ اخد كوبي من الستارت اب اللي انا اوريدي سيفتها ونقلها تاني اهو جوه جوه الراننج. عشان كده رجعت كل الكونفيجريشن قدامي تاني. ابسط حاجه الهوست نيم بتاعي سيسكو. واضح؟ تمام؟ طيب حاجه كمان، سي دلوقتي ان انا عايزه ارجع الراوتر بتاعي على الديفولت، يعني ايه؟ عايزه امسح كل الكونفيجريشن اللي عليه، اعمل ايه؟ فكروا شغلوا المخ. اريز بقى. امسح ايه بالظبط؟ امسح الستارت اب صح؟ بس؟ واللي في الرام برضه. امسح اللي في الرام ازاي؟ يعني دلوقتي لو انا قلت له اريز مسافه ارجع لو استخدمت الهيل لو استخدمت الهيل واعمل ريستارت كده كده وريستارت ريلود للراوتر فعلا. ليه؟ ما عنديش هنا امر اسمه ايريز للراننج للراننج كونفيج، لان الراننج كونفيج ده اللي فيه شغل القايم دلوقتي. يبقى انا معنى كده اني بطفي الراوتر اصلا صح؟ فما عنديش حاجه اسمها ايريز لمين بالظبط. يبقى عشان ارجع الراوتر تاني على الـ على الـ الديفولت بتاعه اعمل ايه؟ اولا همسح الستارت اب وبعد كده اريلود. ليه ريلود؟ عشان لما الراوتر يجي تاني يقوم ياخد كوبي من الستارت اب ما لقاش فيرجع تاني كل حاجه على الديفولت. لان تاني المشكله دلوقتي يريز للستارت اب بس كده مش كفايه، لان اوريدي في كوبي من الكونفيجريشن اتحطت جوه الراننج. وضحت؟ امسح ازاي بقى الستارت اب كونفيج؟ هقول له هنا يريز ستارت اب كونفيج. طب انا لو قلت له حاضر حاضر والله يا بيه حاضر هقول له هنا ايه يا شباب؟ يريز ستارت اب كونفيج انتر كونفير. اقول له ايه؟ انتر انتر تاني يلا تمام. يعني يا باشمهندس مساحه ثواني مساحه اهو تمام. استر يا ابني والله استر. ممكن برضه اقول له اريز مسافه ان في ريم. يعني انا عن نفسي بفضل اريز ان في ريم. ليه؟ افرض ان حد كان سايب ملفات ثانيه باسامي ثانيه جوه الان في ريم. فهمتوا قصدي؟ الان في ريم ده الكونتينر اللي جواه الملفات بما فيها الملف اللي اسمه ستارت اب داش كونفيجريشن. ممكن اعمل كونفيجريشن تاني على الان في ريم بس باسم تاني مثلا. بالظبط زي مثلا لما انتوا قلتوا لي في الاول واحنا بنسيف، لو انا سيفته حد يعني عمل يس عمل يس يبقى ده معنى ايه؟ سيف عمل ملف اسمه يس جوه الان في ريم. فلو انا قلت له ايريز ستارت اب كونفيج انا كده بمسح ملف الستارت اب كونفيج بس، لكن لو قلت له ايريز الان في ريم بيمسح كل حاجه جوه الان في ريم. تمام؟ لو جيت تاني قلت له شو ستارت اب داش كونفيج خلاص اتمسح. امال لسه اسم الراوتر سيسكو ليه؟ لازم اعمل لازم ريلود. قبل الريلود بقى الامر اللي انا لسه كاتباه ده اللي هو ايريز ستارت اب كونفيج او ايريز ان في ريم مقابل لامر تاني اسمه رايت ميموري. رايت ايريز رايت يا شباب ايريز انتر امسح لك كونفيجريشن اه انتر. تمام؟ سؤالك بقى يا مؤمن، انت ليه من شويه كده قلت لي ليه سيسكو مش عايزه الامر بتاع رايت ميموري؟ ده وجهه نظري انا الشخصيه يعني. تمام؟
لان انا عندي دلوقتي رايت ميموري ورايت ايرف. لما انا كتبت دبليو ار اختصر لانهي واحد فيهم؟ رايت ميموري. تمام. طب لو انا عايز امسح اقول له دبليو ار مسافه ايه؟ طب ليه اللخبطه دي؟ صح. تمام. طب ليه الاختصار بتاع رايت ميموري مش دبليو ار مسافه ام؟ تمام. فعشان سيسكو تبعد عن الهيصه دي كلها وعشان المشاكل دي كلها قالت لك ايه؟ كوبي ران ستوب. يعني بدل ما يعمل له امر ده كوبي ران ستوب في الدوري. كوبي ران ستوب كوبي. هو انا ينفع اخزن حاجه يعني فتحت الراوتر تمام وبعمل كونفيجر عليه وخدت الحاجات كلها في الستارت اب تمام ينفع اعمل بقى حاجات تانية على الستارت اب تاني ولا ايه؟ لو انت عدلت دلوقتي في الرننج وتسيف. انا سيفت في الستارت اب الاولاني وهتعدل صح وبعد كده سيفت تاني هيمسح كل اللي في الستارت اب ويكتب تاني. يعني مش هينفع يبقى في كذا حاجه موجوده يعني ستارت اب وسيف وبعدين اعمل حاجات تانية واضيف. هو ممكن هو ممكن بس هتغير اسم الملف. طب لو غيرت اسم لو انا ما فيش اي سبب ما فيش اي سبب الراوتر دايما هو بيقوم بيدور على الملف اللي اسمه ستارت اب داش كونفيج. هو ده كله الديفولت انا ممكن اعدله تمام. انما الديفولت بتاعه كده هو بيقوم يدور على ايه؟ يعني كده ولا كده لو انا حطيت في اي حته ثانيه كده الديفولت بيدور على ستارت اب داش كونفيج. انما انا ممكن اعدل الكلام ده يعني اي شغل يعني احسن لو انا مثلا لو في كذا يوزر او كذا حد بيعمل كونفيجريشن على الراوتر تمام في واحد متخزن في فايل مثلا اسمه كاسبر مثلا واحد تاني ممكن واحد تاني فانا لما اجي اعمل تريس رايت تريس هيمسح ايه بقى؟ كل الانديري كل الانديري. لو اخدت بالك لما انا قلت له رايت اريز قال لي ايه؟ طيب انا لو عايز امسح فولدر مثلا معين يبقى هتقول له ساعتها اريز ان في ريم نقطتين فوق بعض اسم الملف. وضحت كده؟ يعني اي راوتر لازم يبقى الحاجات كلها يعني شغله كله على اي راوتر على الستارت اب تمام؟ يعني اي راوتر لما باجي اعمل له كونفيجر كل شغلي اللي متسايف المفروض يكون على الستارت اب تمام؟ يعني الرام كده ملهاش اي لازمه لانها بتعمل كوبي من هنا لهنا. ده شغلي كله أيوة ماشي ماشي انا فاهم. يعني كل الشغل بيبقى على الستارت اب. حبيت امسح لازم امسح اللي في الستارت اب الاول عشان ايه؟ ماشي يا شباب تعالوا بقى نقول له كده ريلود انتر. اخدتوا بالكم من حاجه؟ المره دي ما سالنيش انت عندك كونفيجريشن سيفتيها جديد. ما عملتش كونفيجريشن من ساعه ما انا اصلا ما مسحت كل حاجه. افرض كنت مسحت كونفيجريشن يوم من وبعد كده عدلت حاجه كان ساعتها هيسالني عايزه تسيفي ولا تمام. على ما الراوتر بقى ايه عايزه كنت انا مسحت اصلا هيكريته تاني ايه لون موضوع كبير كبير ايه ده انا بسيف امال لما ندخل في الجد ايه يا سعيد؟ لا ده انا كده سعيد اللي قال بهي شوفوا هنا بيقول لي حجم انا وريتكم دي قبل كده. طول ما احنا ماشيين يا شباب السطور بتاعت مرحله البوست دي مش كلها هتتفهم النهارده ومش كلها هتتفهم في السيزون ايه. طول ما احنا ماشيين بتوضح اكتر واكتر. الهاشات دي معناها ايه؟ سيلف دي كومبريسنج للايمج للاي او اس تمام. دي كومبريشن للحاجات اللي في الرانينج. لا الهاشات دي بيعمل دي كومبريس لنسخه الاي او اس وياخدها جوه الميموري جوه الرام. تمام بالظبط يا كاسبر زي الكرنل. الكرنل اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاع اللينكس. الكرنل بيبقى جوه اصلا الهارد اصلا في لينكس مضغوط. اول ما مكنه اللينكس بتقوم بيعمل دي كومبريس للكرنل وبعد كده بيقوم المكنه تمام. اظن الحاجات دي بتختلف من راوتر للتاني على حسب برضو يعني مثلا انواع الموديلات مثلا اسمها ايه الانترفيسز. ما هو من ضمن البوست اللي بيطلع ده بيقول لي عندك الانترفيس الفلاني ايه. يعني عندك في سلوت واحد وفي سلوت اتنين بتختلف. ايوه طب انا شغاله من الصبح جعان 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 برجع من الجامعه لو ساعه اصلا عايز اعمل عشانات فده خمس دقايق مش خلاص. هو الماتش الساعه كام؟ 8 الا ربع والله يا دوب يعني ماتش 8 الا ربع والله. هو ماتش لما نروح الزمالك متعادل امبارح معايا بيقول لي هنا مثلا عندي 2 فاست ايثرنت شباب عندي 1 سيريال تمام في بي ان دي هنشوفها قدام باذن الله. عندي دلوقتي مساحه قد ايه الان في ريم مساحه الفلاش الرقمين دول تجمعتهم مع بعض مساحه الرام الميموري
الرقمين دول تجمعتهم مع بعض ايه؟ ده نوع الـ ده نوع الـ 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 بتاع الراوتر اللي هو الـ اللي هو انت بتشاور على ايه؟ اه ده الموديل. هنتكلم برضو احنا اتفقنا الموديلات دي هنتكلم فيها المرة الجاية ان شاء الله. شطورة ايه ده؟ ايه ده؟ انت مكتوب تمام؟ شباب ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيقول لك طالما سألني على السيت اب مود، طالما سألني على السيت اب مود يبقى الراوتر ده ما عندهوش كونفيجريشن، ما عندهوش اي حاجه. تمام نبدا نعمل احنا بقى. سيبك من اوتو انستول دلوقتي يا بيه، هبقولها لكم باذن الله. حاضر. انا عارفه ان طالما رشقت كده في الشاشه يبقى في حاجه، دماغ بايه فيها حاجه. ايه رايكم؟ ها رجع كل حاجه تانية على الديفولت ولا لا؟ طولت على فكره يا باشمهندس. المره اللي فاتت كان 127 بيطول 127 ثانيه كده الريلود بتاع 100 ليه بقى؟ مع ان بتاع فاضي يعني. هو الريلود كده ايه ده يعني؟ لما كمل يا جدعان شباب اسالوا اسئله ذكيه شويه. ابص ايديكم اسالوا اسئله ذكيه شويه. تمام رجع فعلا كل حاجه على الديفولت ولا لا؟ اه لو نزلت تحت كده هنا مثلا تحت اللاين كونسول وتحت اللاين اي او اكس انا كنت عامله كونفيجريشن كله ايه اتمسح. تمام كده انتوا بقى مبدئيا لغايه ما نتعلم افكار برامج احسن هتعمل ايه بقى دلوقتي يا مؤمن؟ هتشتغل على مين؟ على الباكت تريسر. في ناس بتبقى شغاله على وفي ناس هو جماعه احمد توفيق عشان كده ما نجيبش قلنا مليون مره ما نجيبش سيره حد مش قاعد معانا. عارف ايه؟ يلا شباب برضه كان شغال عليه. شباب شباب ثانيه واحده، يعني انا جايبه لكم راوترز بالشيء الفلاني وعامله لكم على البتاع ده، انت مالك؟ شباب الباكت تريسر قلت لكم قبل كده هيشغلني تقريبا 80% من اوامر السي سي ان اي. تمام؟ في حاجات مش هتشتغل. احنا بنتكلم على حاجه نعرف نشتغلها في البيت. يا ابني ما انا بوريكم اهو. في حاجات كده مالهاش اسئله، الشعب المصري بيحب ياكل فول ليه يعني؟ هنشتغل على موديل 2911 مؤمن، هنشتغل على موديل 2911 زي ما اتفقنا مؤقتا بس لغايه ما نعرف الفروق ما بين الموديولز دي. ماشي. الموديلات دي هحطه فوق اضغط عليه. انا عايزه اتعامل مع الراوتر دلوقتي بطريقه سي ال ار. هو بيعمل ايه؟ لا ممكن يكون بس الفيرجن اللي بيتسطب على اجهزتكم اقدم من ده شويه. تمام مش هو هو لا انا عايز ماشي كمل انت حضرتك قصدك على الامر الثاني مش ايز. لا رايت اريز لا 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 رايت اريز لا رايت اريز بس تقريبا الفيرجن اللي بيتسطب على الاجهزه بقى له فتره شويه اقدم من ده. طيب ما انت لسه عارف الفيرجن؟ انت لسه عارف الفروقات ما بين الفيرجنز من الراوترز؟ لا ما بسال ما هو ده اللي هنشرحه. اه ماشي يا شباب يعني عرفت تشتغل زي مامي؟ ده تصبيره لحد ما تصبيره لغايه ما نتعلم على حاجات احسن مليون مره من كده. ده في البيت احنا عايزين نشتغل. طيب ما هو ده في البيت خلاص بدل التصبيره بقى عشان اقعد اقعد يلا اقعد يلا خد المعلومات دي تصبيرك لزين. اه شباب شباب الكلام ده زي ما اتفقنا ده اللي هتطبقه اصلا في البيت مؤقتا لغايه ما ناخد حاجات احسن. طبعا. الناس اللي درست معايا مايكروسوفت ايه رايكم في الفي ام وير؟ جميل والله. نسخه طبق الاصل من الاوبريتنج سيستم ولا مش هو نسخه طبق الاصل؟ ده الويندوز انا سطبته جوه المكنه جوه الفي ام وير صح؟ هنشتغل بنفس التكنولوجي دي اصلا في سيسكو ان شاء الله. لا طبعا مش على الفي ام وير، برامج بتشتغل برضه بتكنولوجي الايميوليشن زي ده كده زي طبعا مع الفورك. يا شباب الباكت تريسر كبير وهيشغلني 80% من اوامر السي سي ان اي. تمام في حاجات كتير هنشتغل عليها في الكورس بتاعنا، انتوا بنفسكم هتشتكوا لي مش شغال على الباكت تريسر. تمام عشان كده في برامج ثانيه نظام ايميوليشن هنشتغل عليها. الاي او اس بتاع سيسكو اللي هو جينيس جينيس الاي او اس بتاع سيسكو بدل ما هدخله جوه الراوتر هدخله جوه البرنامج ده يبقى نسخه طبق الاصل. مش هقول لكم 100% 95% من كل الاوامر سيسكو سي سي ان اي سي سي ان بي سي سي اي اي احنا عايزين 100% مش عايزين
ده انتوا عمالين تقولوا لي عايزين نشتغل على الباك تريسر يا مفتري. انا مالي باك تريسر بس انا كنت عايزه. تعالوا استنوا نشوف الفلاش الاول.